صباح الفل يا استاذنا. الاقيش عندك كبد وكلاوي النهارده؟ كلاوي لا، ما كانش يتعدى جبرنا من نص ساعه بس. ياه، ده انا جاي لك مخصوص عشان الكلاوي دي. عندي كبده في جوه في الثلاجه يجي كيلو ونص، تاخدهم؟ لا، المطلوب كبد وكلاوي. يا استاذ خد الكبده، انت لو لفيت السوق كله لا هتلاقي لا كبده ولا كلاوي. اصل المطلوب كبد وكلاوي. طب ممكن اتكلم في التليفون؟ تحت امرك يا استاذنا، اتفضل. شيء اول الو. ايوه موجوده، دقيقه واحده استاذه، انا عامل تليفون علشانك. وبالشكل ده نكون قدرنا نمسف الرجل ونبعد عنه تهمه استعباد المراه. لكن تفتكر الاستاذ زهن هيوافق على المقاله الجريئه دي يا استاذه نعم؟ وما يوافقش ليه؟ استاذه انعام تليفون علشانك. طيب ثانيه واحده، عند حضرتك اي تعديلات جديده قبل ما نبعتها التصفيه؟ لا لا، اتفضل انت زباني عشان هرد على التليفون. اتفضل. الو صفوت، في ايه يا صفوت؟ انا لفيت السوق النهارده على الكلاوي وما لقيتش كلاوي خالص. عم بيومي جيت لهون كمان بالجبر من نص ساعه، كان عنده كليه بحت. ايوه يا حبيبتي، انا بقول نقضيها كبد بقى النهارده وخلاص. اتصرف يا سيدي، اشتغل موجود. مش زعلانه؟ خلاص بقى بقول لك مش زعلانه يا صفوت، انا مشغول عندي شغل. طيب اشتري بس انت الحاجات وسبقني على البيت عشان العزومه. ايوه، اربع تجواز حمام وجوزين فراخ. يلا اعمل لك شويه همه، انا بعد ساعه بالظبط هكون في البيت. خلاص يا صفوت بقى خلاص. طيب قلت ايه يا استاذنا؟ نطلع الكبد؟ اطلع الكبد بقى، ما انا خلاص كذبت عليها وقلت لها الكلاوي خلصت كلها من السوق، نقضيها كبد، فقالت طيب نقضيها كبد. جول الاولاني، جول. هاي مؤاخذة يا مدام سهام، ألاقيش عندكم شوية فلفل أسود ندوق؟ أحسن المدام لسه ما وصلتش ومش عارف هي شايلة الفلفل الأسود فين. حاضر، طب اتفضل حبيبي. لا معلش، وقت تاني، أصل سايب باب الشقة مفتوح فخايف لحسن القطة تخش. تعالى صفوة تتفرج على الماتش معانا. أنا هو لسه شغال الماتش ولا ده ماتش غيره؟ الماتش بتاع امبارح كان حلو قوي بس ما الماتش تمام ما شفتوش الحقيقه. ما تقعد تتفرج. لا معلش، اصل سايب باب الشقه مفتوح، حد يخش ياكل الحاجه ولا حاجه. ايه، انت عندك ضيوف ولا ايه؟ لا لسه هيجوا بالليل. بالليل؟ شاكرين. اتفضل. الف شكر. ده كده اللي ما لاقيش عندك شويه كمون او بهار. بهار. الله يبارك فيك. ميرسي قوي، شكرا. حلو الماتش؟ لا كويس.
ومين اللي آه. شوف 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 آه. لا جميلة اوف سايد اوف سايد ميرسي قوي ميرسي قوي مدام سهام. السلام عليكم. عايز ايه يا سيان؟ كان عاوز حبة فلفل. مسكين صفوة ده. امال مراته فين؟ لسه ما رجعتش من الشغل. شايف الرجالة اللي بتساعد ستاتهم؟ طب اجري هات لنا حاجة ساعة من التلاجة. اجري اجري بقى بلاش حرق الدم. اجري. كلت ايده بس يا رب. ازيك يا معلم؟ الله يخليك يا فندم. قول لي الاستاذ وصل ولا لسه؟ ايوه وصل من ساعه وبعت نجيب له كيلو بتنجان. هو اللي بعتك؟ ايوه هو كده مفيش فايده فيه. لازم ينسى كل حاجه. ايه ده معقوله؟ صفوه ملوخية. ملوخية ايه بتاع ايه الدخان ده؟ ده ريحة الفراخ مفحفحة حلو. مفحفحة؟ امال ايه؟ اوعى اكيد حرقتها. لا حرقت ايه؟ هي الفراخ لما تسود تبقى اتحرقت. ده طبعا اتحرقت. لا معقولة ازاي؟ معقولة ايه بس؟ اوعى بقى اوعى. ازاي اتحرقت ايه؟ منك لله منك لله. في جوز تاني في الحلة ينهى. جوز ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية الناس هيجوا دلوقتي ياكلوا ايه؟ ياكلوا المحروق؟ لا هقلي اللي في الحلة ده في الطاسة. خلاص ما تعملش حاجة اجري انت بقى. خد خد الكبش. الكبش هتعمل بوتاجاز سلوكه بايظ. عامل ايه؟ بالسلامة. ان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي في النادي علشان نشهر الجمعية النسائية. مع الف سلامة. يا سلام الحمد لله اللي لادي عدت على خير. يعني انت سعيدة دلوقتي يا نعم؟ ما عندكش فكرة مدى سعادتي قد ايه. احنا بقى يا صفوت لو كسبنا مدام عدل في صفنا هيبقى فيه مزيد من الانتصارات للمرأة. لا ان شاء الله يا رب كسب مراتي عشان تضحك الرجل. انا اول واحد اقولك مبروك. ربنا يخليك ليا يا صفوت. انا عارفة يا حبيبي انك انت عملت المستحيل للادي عشان الحفلة دي تعدي على خير. انا كل منايا اشوفك في اعلى المراتب. ايه رايك يا حياتي نحتفل بالليله السعيده دي؟ لا ده انا هلكانه هلكانه هلكانه. ويا سلام بقى يا صفوت يا صفصفتي. يا ريت كده يا حبيبي تروق السفره قبل ما تنام. ابقى متشكره قوي. تصبح على خير. شوف هنا انت فوت عزوم من التراب. سامتي كده لا حاجه. روح نضف التراب عليها الاول احسن من بالي. ايه الصفوه ده؟ ايه الدوشه دي؟ حرام عليك يا اخي. ده انا ما صدقت عيني غفلت في النوم. بقى لي يومين ما بنامش. ايه الزيطه اللي تعملها والازعاج ده على الصبح؟ انا عملت لك ازعاج يا حياتي. ده انت نمت نوم يكفي بلد. ده انا سمعتك وانت بتشخري قلت يا تصيبها ما صحاش. شخر ايه ده؟ ماسك الكسرولة دي ورايح بيها فين على الصبح؟ انا هروح اجيب اللبن. اصل بتاع اللبن اتاخر النهارده. ايه ده صفوت ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ دي انت فاكره دي اللي احنا كنا الفانيله دي اللي احنا كنا كسبناها في الملاهي؟ ملاهي ايه وبتاع ايه؟ بصراحه بقى مش حلو عليك مش لايقه عليك مش وقوره. لا انت عندك حق مش وقوره فعلا. انت عايز زمايلك في الشغل يقولوا عليك ايه؟ يفضلوا يتغمزوا عليك طول اليوم؟ انا وانا اعمل ايه بس يا نعام؟ الله ما انا ما لقيتش غير دي نظيفه. كل الهدوم مكعبله وما فيش حاجه نظيفه البسها. طب يلا يلا روح هات اللبن والفطار. اكون انا بقى خرجت لك بدله تانية تخرج بيها على الاقل يعني تروح الشغل عليك القيمه. فعلا يا حياتي انا بروح المكتب كل يوم وانا معليش القيمه. النهارده بقى لازم اروح عليها القيمه عشان انت واخده بالك مني. خلاص بقى مش كفايه صحتني من احلى نومه؟
والله ما اقصد انعام، ده انا رايح اجيب الكسرولة يا دوب المسها يعني بجيبها ببص لها لقيت الحله اتكركبت واللي بره شد اللي جوه حصلت الهيصه. خلاص خلاص يا صفوت انت هنا، يلا حبيبي روح هات اللبن والفطار، اكون جهزت لك البدله عشان تكويها وتخرج بيها. يلا انت مش عايزه اي حاجه تانية من تحت يا روحي؟ عايزه سلامتك. هات بقى الجرايد والمجلات معاك، واهم حاجه مجله الاسبوع ده، اوعى تنسي يا صفصف احسن ازعل منك. لازم كده فيها موضوع جديد الاسبوع ده. ايوه موضوع هيعجبك قوي، موضوع عن المرأة الى متى ستظل لعبة في يد الرجل، الى متى. الله هايلة هايلة الموضوع ده، الى متى سيظل الرجل لعبة في يد المرأة للأبد حياتي. يا ربنا يجعل كل الراجل لعبة. طب يلا بقى يلا خلصني روح هات اللبن والفطار علشان نفطر سوا ونقرأ الجرايد والمجلات سوا. يلا انا هروح جري وجه جري فريرة. يلا فريرة. هنا خدمة جوزك وبيتك وبس. هو انا كنت قصرت طلباتك ولا خدمة البيت؟ مش عاوز مضها تبتقشيني، استنى ما خلص كلامي. الله مش برد عليك. ما عنديش واحدة ترد عليا، فاهمة؟ انا ما فتحتش بقي الكلمة معاك، انت اللي مبتدئ وظالم كمان. ما انا لا بحالي لا بيا ولا عليا، جاي تقولي شكل الجمال مش عاوزني ارد عليك. اهمالك يا هاني اهمالك. مالي انا ومال الكور والفدادك، ما انت اللي بتشيلهم من معرفتك. شوفي اديكي واحده من سالك. لا وعامله واحد نايمه. طب ايه ناوي على ايه؟ تعديني نفسك ايه؟ انكد عليك عمي، انكد عليك عينيا. يا رشدي وطي صوتك حوالينا جيران. ومال خليهم يسمعوا، خليهم يعرفوا اني معاش واحده ست ناويه تقضي عليا، ناويه تدمرني. صفاقه واللي تزوق، بس العيب بقى مش عليه هو، العيب عليها هي، هي اللي اديته الفرصه ان هو يسم بدنها بكلام زي السم. تستاهل. يا ربي يا ربي، يرضي مين ده، حلال ولا حرام؟ عاوز تقول ايه؟ 100 مره قلت لك اتكي على وقت التريننج شويه، غسيل ده اتقي الله اتقي الله. انت مش لاقي حاجه تعملها على الصبح غير انك تزعق لي؟ من اهمالك يا هانم، من اهمالك. انا مش مهمله، انت اللي ما بترحمش. انا طول الليل واقفه قدام الغساله وانت نايم بتشطح، هو انا هلاقيها منين ولا منين؟ اذا كان طبيخ ولا غسيل ولا ترويق في الشقه اللي تعملها لي ملعب كوره دي. مسؤوليتك يا هانم مسؤوليتك، لو انا بتجوزك عشان كمان اخدم في البيت. فين الفطار يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم؟ شفتي شفتي، عايزاني كمان انزل على لحم بطني من غير فطار. الله يرحمك يا اما. واللي جاب سيره المرحومه دلوقتي؟ الله يرحمها كانت بتخدم 10 تنفار، لا في يوم كلت ولا ملت ولا رمشت كده اهو شديده. انا اللي اتمقت، وده من ايه؟ من اهمال الهانم في اكلي. طب فين اللبن؟ الراجل ما جاش امبارح. شفتي شفتي، ما صرفتيش ليه، ما صرفتيش ليه؟ انزل هات انت. انا انزل شخصيا عشان اجيب الاسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو مش علشانك، انا اذا كان عليا فطموني من زمان. اتعب بقى ولو مره. اتعب ولو مره؟ لو انت مش مكفيك الشقه اللي بشقها في النادي لسه هتعب شقه. طب بس بقى ما تضحكنيش على الصبح، قاعد يجري لي ورا العيال في النادي بالكوره طول النهار ويقول لي شقه. شوف اسمعي، قدامك ربع ساعه تحضري الفطار وتجيبي اللبن، ماذا والا مش هشرح. انت فاهمه؟ وما تنساش بقى تفوت على مشاربات الشغال وتقول لها ان شاء الله يوم الجمعه تيجي عشان تنظف الشقه. بس دي ساكنه في مصر القديم، اخر الدنيا يا انعام. يعني ايه؟ يعني انت اللي تفوت عليها؟ ده حتى قريبه للمجله بتاعتكم. لا انا شخصيا مش فاضيه، عندي شغل لبعض الظهر. يا الله، يعني ايه يا انعام؟ عايز انا اخرج من شغلي في مصر الجديده واروح لها مصر القديمه، اخش لها جوه 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 عشان انده لها. خلاص انا مالي، انت حر بقى، خلي الشقه تضرب تقلب طالما حضرتك مستكتر على نفسك. تتعب شويه. خلاص خلاص خلاص، معاونه يا رب، بس كان لازم يعملوها مصر قديمه ومصر جديده، كانوا جددوها عشان الواحد يقدر يروح. حبيبتي المساله مش زي ما انت متصوره، المساله مين فينا الاقرب لهذه الام، ام شربات، مجرد راي وجهه نظر. خلاص انت حر، انا قلت لك انا مش فاضيه وخلاص. باي باي. انا اسمعي بس يا نعام، انعام تعالي بقى، انعام بس انعام، انت رايحه فين؟ الله ايه، انا مش فاضيانه، انا اقول فطار مش هفطر. هتخرجي كده على لحم بطنك؟ انت مالك انت، ابعد من سكتي، مالكش دعوه بلحم بطنك. يا حبيبتي مش كويس على صحتك، لازم تفطري. مش هفطر قلت لك، نفسي تسدد. خلاص خلاص عشان خاطرك، خلاص هفوت عليها يا ستي ما تزعليش، هفوت عليها. طيب خلاص
يلا بقى ابعد مسكتي، عايز الحق الشغل. مش معقوله كده يا عم. يلا وصلت اللي انا جايبه. مش ممكن كده. قلبها ابيض الست دي، لما بتتعصب بتصعب عليا. انا كمان مش هيجيلي نفس، هروح اكل من الشغل سندوتشين فول واخلص وخلاص. ما عداش عليك انت واقفه هنا؟ هو مين؟ بتاع اللبن. بتاع اللبن؟ وايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ انت قصدك على الكازارولا؟ اصل روحت اسال على بتاع اللبن في المحل، قالوا لي انه خرج يوزع على العمارات. انا مش بسالك ماسكه ايه في ايدك، انا بسالك على اللي انت لابساه في رجلك. يا خبر، تصوريني ما خدتش بالي وانا نازله، اصل كنت مستعجله. ايه ده يا مدام ده؟ ايه ده؟ واحدة في مركزك الأدبي والاجتماعي تنزل الشارع بشبشب؟ هعمل له إيه بس؟ هو مين؟ الكابتن. والكابتن بقى قالك تنزل الشارع بشبشب يا مدام؟ لا طبعا، بس أصله كان عايز يفطر وما كانش فيه لبن. لبن؟ ليه؟ هو عيل صغير ونسي ياخد الرضع قبل ما يروح المدرسة؟ يوه ده أنا غلطت فيه، ده ما كانش يشرب اللبن ينكد عليا في البيت. بصراحة بقى أنا في نص هدومي منك. ايه ده يا ست انتي ده؟ مفيش غير على نفسك ابدا؟ انا بنزل اشتري الحاجة وريح دماغي. ما هو انتي اللي عودتيه على كده. ابدا والله، دي ست والدته هي اللي كانت معوداه. انا تعالي هنا، انا عايزه اتكلم معاكي شوية. بعدين قلت لي لازم افطر الكابتن. طيب ممكن نقعد شوية مع بعض بعد الظهر؟ هحاول. ضروري ضروري يا مدام سهام. ها؟ بقول لك اوعي تديله الرضعة. بالسلامة. حاضر يا فندم. حاضر. ربع ساعة وهيكون الملف قدام ساعتك. أفندم؟ لا مدام أنعام لسه ما وصلتش. أنا يا فندم أنا هنزل بنفسي وأجيبه لحضرتك. كده؟ حاضر يا فندم. أول ما هتوصل هبلغها وأخليها تنزل بنفسها وتجيبه لحضرتك. أي أوامر تانية يا فندم؟ تحت أمرك. مع ألف سلامة. الحمد لله إن المكالمة دي عدت على خير. يا ساتر. بسيوني يا بسيوني. ايوه يا استاذ فوايف. الحقني باسبرين وكوبايه شاي بس بسرعه، احسن حاسه بصداع فظيع في دماغي. سلامتك يا استاذ. انا بس كان مالي ارد على التليفون. خدمه تانية يا استاذه؟ لا متشكره، روح انت يا بسيوني هات اللي قلت لك عليه. صباح الخير. صباح النور، جيتي في وقتك، لسه طالبك حالي. هو مين؟ هيكون مين يعني؟ سيادته. مالكيش عايز ايه؟ عايزك بخصوص دوسيه بيت الجماليه. ماله؟ عايزك بخصوصه؟ حلو، يبقى اكيد الموضوع ضرب، انا كنت متاكده تماما. ضرب ايه وفرقع ايه؟ ده كان عمال يشخط وينطر ساعه ما كلمني في التليفون. يا بنتي ايش فهمك انت في الحاجات دي؟ اكيد عايزني عشان خاطر يشكرني. الله اعلم، بس حكايه يشكرك دي بصراحه مش داخله مخي. تقولي لا؟ لانه طول عمره شادد عليكي، وخصوصا بعد ما مسك رئاسه التحرير. يا بنتي اصلك انت ما تعرفيش حاجه، انا اصلي كنت من انصار الاستاذه الفه الفنجري، لكن بقى حصل كده بصراحه لعب في فرز الاصوات والكل يشهد بكده. على العموم انا هنزل على طول اجيب لك الملف وطيران على الشارع. تعالي هنا. رايحه فين؟ رايحه اجيب بس شويه طلبات للبيت. ايه ده؟ طب وجوزك؟ طب وجوزي ماله من المسائل دي؟ تكونيش فاكره زي صفوت متعاون. متعاون؟ تقصدي ايه بقى بمتعاون دي؟ لا مفيش. والله عارف فوقيه. فوقيه بتنق على صفصفتي. صباح الخير يا استاذه. الحمد لله على السلامه. صباح النور. حد سأل عني؟ سألت عليك العافية. طب ممكن تقولي لعبده يجيب لي كوباية شاي بسرعة؟ حاضر من عينيا. مفيش حاجة اسمها حظ يا زهني بيه. لولا إني نشرت أروع تحقيقات عن بيت الجمالية، ما كانش المسؤولين تنبهوا وقرروا تحويله لمتحف. وأنا ما اختلفتش معاك على كده. أمال ليه سيادتك بقى بتتهمني بالتقصير؟
لأنه كان من المفروض بما إنك ألقيتي عليه الضوء من الأول ولفت نظر المسؤولين ليه زي ما بتقولي إنك تنشري خبر تحويله إلى متحف، مش نكون إحنا آخر من يعلم. أنا مش مسؤولة عن كده. أمال مين مسؤول؟ حضرتك. أنا؟ أيوة، لأنك كلفتيني بموضوع تاني. ده برضو ما يعفكيش من المسؤولية. إزاي؟ وهو واخد كل وقتي. يظهر إنه مفيش فايدة من المناقشة معاكي. أنت يا إنعام دايما بتحاولي تبرير أخطائك. ده اتهام؟ أيوة، ودايما واخدة مني موقف، مش عارف ليه. أسفة على الخلط ده، لكن بقى مين اللي واخد فينا موقف؟ أنا ولا أنت؟ قصدك تقولي إيه؟ قصدي يعني إن حضرتك شايل مني شوية من أيام ما كنت بناصر الأستاذة ألفت، صح؟ ده موضوع أنا نسيته تماما. ما أعتقدش. الأستاذة ألفت سابت المجلة خلاص، واللي بحاول الوصول ليه دلوقت هو إصرارك على نفس أسلوبها العدائي. ده اتهام تاني ليا. أرجوكي كفاية بقى، الزمن خلاص اتغير، ليه احنا كمان ما نحاولش تغيير افكارنا؟ مفيش فرق دلوقتي بين الست والراجل، ارتحت ده؟ اطلاقا. قصدي من ناحية الكفاءة في العمل والقدرة على التمييز والاستيعاب. العدد الجاي عاوز يكون عن تحويل بيت الجمالية الى متحف. اسفة جدا، لاني انا بعمل تحقيقاتي عن موضوع المرأة في الحياة، الموضوع اللي سيادتك طلبته مني، وازاي المرأة بتسد الفراغ اللي بيتركه الرجل في كافة المجالات، وده بقى ان شاء الله هيكون في العدد اللي جاي، وانا واثقة انه هيعجبك قوي. طيب وبيت الجمالية؟ في العدد اللي بعده عن اذنك. شاي يا سادة. صفوة تتأخر جوه قوي عند السيد الأستاذ المرتب العام. وأنا معدي شايف النور الأحمر منور وسامع صوت المراقب العام جايب لآخر الطرقة. يا مراد بستر، ما قلت لك يا أستاذ عبد العزيز إن دار الغلطة دي عندنا هنا في المكتب قبل ما توصل للمراقب العام. هعمل إيه؟ حظه كده. طب ما تقوم تخش معاه على الأقل تسنده في الكلام، أنت عارف صفوة لابخة وعلى نياته. وأنا مجنون، خليني يا عم بعيد احسن. ده اسمه كلام، دي تبقى اسمها شهامه برضه. شهامه ونص كمان، ده راجل شراني ومؤذي، ومش بعيد لو انا عملت بنصيحتك يهفني يومين جزا. اذا كان الاستاذ عبد العزيز بنفسه هو اللي قايل لي انك انت سبب التاخير، يبقى ازاي يا استاذ انك انت بتنكر؟ يا فندم انا ما تقاطعنيش، استنى لما اخلص كلامي. طب انا عايز اشرح لحضرتك الموضوع اللي يا ابني. الشركة هنا بتتعامل مع مقاولين وشركات منفذة كبيرة، وأهم حاجة عندنا الحفظ على المواعيد. فاهم يعني إيه مواعيد؟ يعني أي مستخلص أو إذن صرف لو اتأخر يوم واحد يهز ثقة المتعاملين في الشركة. أنا فاهم الشركة كلها فندم. وبالتالي يتأخر الجدول الزمني في تسليم الوحدات، يعني مصيبة كارثة. أنا ما أفهم. معنى كده اني انا راجل ما نش فاهم شغلي ومش قادر امشي الموظفين اللي تحت ايدي. ما هو ده الواضح يا فندم، بس حضرتك اديني فرصه اشرح. ملف عمليه المساكن الاقتصاديه كان عندي ومشي من يومين راح الحسابات من غير ما يعدي عليا. يا استاذ انت فاهم ان المساله سايبه هنا ولا ايه؟ ما هو الاستاذ عبد العزيز يا فندم قال ان هو هيراجعه وبعدين يردوا على حضرتك. تاني هتقول للاستاذ عبد العزيز؟ انت ايه حكايتك يا استاذ؟ انت عايز تشليني يا استاذ؟ الملف قدامي اهو على المكتب، رجع لي من الحسابات لان كله اخطاء. اسمع انت عصبتني كتير قوي النهارده، انا كده مش هقدر امضي ولا ورقه، ويكون في علمك اي خطا منك تاني انا مش هتهاون معاك. مفهوم؟ مفهوم. بس اتفضلوا على مكتبك. اي حد ممكن يمضي يا فندم. ابعت لي الاستاذ عبد العزيز علشان ياخد الظرف اسلمه له بنفسي. اتفضل يا استاذ. بتكلم ايه؟ بتكلم انت مقطوع. صفوت. ايوه صفوت يا اخوي، عجبك كده؟ عجبك؟ سيبنا اتهزق واسمع كلام زي سمة اجنبي يا راجل يا مؤذي. انا مؤذي يا صفوت؟
حصل خير يا جماعه، حصل خير. تعالى صفح، تعالى بس اقعد. بس استريح حته راجل. اقعد على الزملاء هيخسي. اقعد. المساله اكيد حصل فيها سوء تفاهم يا صفوت. وانت يا استاذ بركات تقول لي ان الملف تراجع وهو ما تراجعش؟ الله طبعا. امال بركات مالوش ذنب؟ الذنب ذنبي انا. ولما هو الذنب ذنبك انت تخش تقول له ان انا السبب في التاخير ليه؟ يا عم انت بتاكل من الكلام ده، انت يهمك؟ حد قال لك تخش له المكتب برجليك؟ الله يا استاذ بركات، هو اللي طالبني شخصيا. يا سيدي كنت اتصرفت، كنت قلت انك انت نزلت في مهمه رسميه وكانت هتعدي. تعدي؟ تعدي ازاي دي؟ اقول له نزلت وانا واقف قدامه هكذب؟ اسكت اسكت انت، هو اسكت بقى. اتفضل خش له عايزك. انا اخش له؟ لا يا عم افتح الله. افتح لي ايه؟ خش له هو طالبك، لحسن عروقه كلها هتطلع من دماغه. واخر النهار اجرش العربيه واروح. بتجرشيها في الباركنج يعني؟ نعم يا نعم يا ست هاني. قصدي يعني يا مدام ام سيد بتجرشيها في الجراج، يعني العربيات دي كلها لازم تتجرش في جراج طبعا، شيء طبيعي. يا ست هاني بقول لك بنجرش العربيه في السوق واروح. مفهوم مفهوم. طب قولي لي يا مدام ام سيد، شعورك ايه وانت واقفه كده في السوق لوحدك وجوزك غايب عنك وانت واقفه بتقومي يعني ببيع الخضار على اكمل وجه؟ نفسي اعرف منك شعورك بالظبط. ربنا موجود وكل اللي يجيبه ربنا كويس ونعمة بالله. بس برضو عايزة اعرف منك يا مدام ام سيد، انطباعك ايه كده وانت واقفة في السوق لوحدك وجوزك غايب عنك؟ ربنا معايا يا ست هاني. طيب يا مدام ام سيد، نفسي بقى تقولي لحواء عن الدور الكبير اللي انت بتقومي بيه اثناء غياب جوزك، يعني مفيش مضايقات، مفيش حد بيستفزك، مفيش اي حاجة بتضايقك خالص وانت واقفة كده في السوق لوحدك؟ لا 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 لا، الحمد لله، بس ربنا يجيبهولي بالسلامي وانا عايشه هيني في وسط جيراني واهل بلدي. طبعا طبعا. وعايزه اقول لعباس كده وهو هناك، قولي له ايوه يشد حيله. ايوه ويطبق على الجرشانات لما يرجع نروح نكمل الدوار في البلد. ان شاء الله باذن الله يا عويس يجيلك بالجرشانات معاه. بكام الغطا النهارده؟ 30 قرش من غير ما لو سمحتي لحظه واحده يا مدام، لحظه واحده. طيب يا مدام ام سيد، قولي لي بقى انطباعك وشعورك كده وانت واقفه في السوق، وعايزه اعرف نبذه عن تاريخ حياتك المشرف وانت واقفه بتبيع الخضار لو سمحتي. كم كيلو؟ الله خلاص كيلو. يا استاذه خلاص. ايه استنى يا استاذ شوقي، اعصابك شويه، لازم اعرف انطباعها ايه وهي بتبيع. ايوه صور صور يا استاذ شوقي، صور بسرعه. يلا خد لها صوره كده، تعالى لف من هنا. يلا يلا وهي ماسكه القوطه بسرعة. تعالى بقى خد الست دي جنبها وهي بتبيع. يلا قلت بسرعة. اتحرك يا أستاذ شوقي. دي صور المجلة يا مدام أم سيد، بس أنا برضو عايزة أعرف شعورك وانطباعك. طبعا أنت فخورة بنفسك وخصوصا بعد غياب جوزك، طبعا أنت أثبتي للناس كلها أنك الحمد لله تحملتي المسؤولية على أكمل وجه. قلنا بالعرض قوي ده دي من الناس كلها بتناقش. أنا عندي لا خليها لك مع سلامي. رد عليا يا مدام ام سيد، قولي لي انطباعك ايه. اتفضلي اتفضلي يا ام سيد. ده هي قطع ام سيد وسنين ام سيد، هو جرى ايه؟ بس ايه بالهداوه، خليكي معايا. قولي لي عايزه اعرف انطباعك ايه يا مدام ام سيد. اتفضلي. جرى ايه يا ست هاني؟ مجد ايه ده؟ انت وقفت حالي. انا وقفت حالك؟ طب اتفضلي خدي قطايه اهي، روقي اعصابك وروقي دمك. اتفضلي. اتفضل ايه يا ست هاني؟ اتفضل ايه؟ انا عايزه اكل عيش. انا طيب كلي عيش حرام بنعمه ربنا. ليه يا ام سيد تعملي كده؟ ده انا عايزه افتح لك سوبر ماركت عشان هتبقي فوق فوق قوي فوق. انا مش عايزه ابقى فوق 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 فوق، انا عايزه ابقى تحت بس اكل عيش. ان شاء الله تاكلي عيش، بس قولي لي ارجوكي انطباعك ايه لما فعصت القوطه على وشك. يا ساتر يا رب، خلاص الدنيا ما عادش فيها امان يا اخوانا. عليه العوض ومن العوض. تصوروا ان الزوجه تطرد جوزها من بيت الزوجيه وتستولي على كل امواله بسبب انه قال لها انا بكرهك، والمحكمه توافقها على طلب الطلاق. المحكمه وافقت؟ لا مش معقول يا راجل، اكيد الموضوع مش بالصوره اللي منشور بها الخبر، اكيد في حاجات تانية. لا تاني ولا تالت، الحق علينا احنا يا رجاله. ازاي يعني؟ ما هو الراجل مننا لو سلب للست ولو مره واحده يبقى عليه العوض ومنه العوض. الست سيطرت وخلاص يا استاذ. ومين السبب؟ مش احنا يا رجاله؟ لا احنا ازاي؟ ما هي المساله مسيطره وتحكم عمال على بطال. الحياه الزوجيه مشاركه بين الراجل وبين الست. غلط. يعني ايه مشاركه؟ مفيش حاجه اسمها مشاركه.
في راجل وفي ست. ابويا وابوك، جدي وجدك كانوا بيمشوا بيوتهم ازاي؟ بالمشاركه؟ بالتعاطف؟ ابدا، بالحزن. الست مكانها البيت يا استاذ، ومن يوم ما الست خرجت للشغل والدنيا خربت. اسالوني انا. تعبان مع مراتها يا مسكين. المرأة في الماضي كانت طاقة معطلة، لكن حينما خرجت للحياة وأدت رسالتها زيها زي أي راجل، أصبح مجرد التفكير لرجوعها للبيت عمل إجرامي، لأن معناه الرجوع بالزمن للخلف، وده اللي مش ممكن يحصل أبدا. سلامت الشوف، نحن هنا وباب العمارة هنا. طب خد شيل عني، خد حاضر هات، خد شيل كل الحاجات دي، طلعها فوقي، طلعها فوق الحاجات. لا ايه بس يا غالي، انا وقعتك. هنعمل ايه؟ هات هات الوطن مفعصة. خد انت دي وانا هناخد دي، بص كده انت خد دي وانا هناخد دي. كل حط البصلايه اللي هناك دي، انت بصلايه هناك دي، سيبها سيبها. طيب امسك انت دي، امسك انت دي بس اسمع كلام وانا هناخد دي. لا لا سيب دول عشان انا ما اتحطش معاك. سيب دول عشان انا هناك. سيب دول عشان انا هناك. بعدين يلا يلا بعض، يلا يا بعض. اسمة الارض يعني بعض زي بعض انا مالا. ايه مش عارفه مكاني في النادي؟ لا اصل انا بدور على مكان الاجتماع اللي قالت لي عليه مدام انعام. هي قالت لي انه مدام انعام ايه؟ الله، انا سيب لها العماره تجيلي وراها النادي. طب مالك متنرفز كده؟ سهام سهام، انا روحي هنا في مناخيري ورايا. رشدي. سيداتي انستي اعضاء جمعيه انصار حواء، ارحب بكم في هذا اللقاء، ويشرفنا ويسعدنا أن تكون بيننا اليوم السيدة شاهندة البعلي، رئيسة اتحاد المرأة العاملة، والتي لها دور بارز ونشاط في قضية المرأة العاملة. أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل هنا؟ مفيش مدام إنعام كانت عازماني أحضر معاها الاجتماع. اجتماع هنا؟ في النادي؟ عال، انا لو اعرف الكلام الفاضي ده كنت كلمت المدير يلغولها. دي ست رايقه مراش غير الاجتماعات والكلام الفاضي. اولا ده مش كلام فاضي، دي بتناقش اهم قضايا المراه المعاصره. قضايا ايه وحوادث ايه؟ جبت معاك الحاجات؟ جبتها. اتفضل. الشرطات والفانيلات والفدابل بتاعتك. تمام. شرطات. هو الماتش امتى؟ بكره. بكره سهام بكره. انا واجع قلبي وانت جايه تحضري اجتماعات وقضايا عاوز حاجة قبل ما امشي. انت مش هتروحي فين؟ هروح. لا انت هتقعدي تحضري التمرين معانا. وانا لازمتي ايه؟ لازمتي انا احفظي اسامي اللعيبة اللي دايما بتنسيهم بدل ما تحضري القضايا. ايه ايه اللي معصر بتقولي عليه؟ ورايا. رشدي. مش برهومه، قصدي لمعي. ولا لمعي ما دام مش عارفه اساميهم. اقعدي اتفرجي انت ساكته. طب اقوم انا اشوف ايه اللي ورايا. اقعدي هتفرج لوحدي انا. طب ما رحتش تتفرج في النادي ليه؟ اعصابي بتنهار. اسكتي. ايوه كان جون، كان جون ده اوت. معلش هتتعوض ان شاء الله. جون الاولاني. جون فينا، جون فينا يا اختي. فرحانه؟ لو ما تعادلناش يومك مش معدي. وانا ذنبي ايه؟ وشك الساعد اهو قعدتي جنبي. اصل انا كنت ساكك الباب بالمفتاح عشان ريحه المبيد ما تخرجش بره. وين
ترش مبيد انت التاني. وانا لازم ارش مبيد عشان اقتل الذباب. افتح الشباك بسرعه. انا ما اقدرش افتح الشباك عشان ريحه المبيد تخرج بره الذباب لم يقتل يعني. بقول لك افتح الشباك. بس الذباب كده مش هيتقتل. يا حاج هتفتح الشباك ولا لا؟ مش كده الذباب مش هيقتل. ايه ده؟ انت فاتح التلفزيون في اوضه النوم؟ لا ده الكابتن رشدي هو اللي فاتح عشان في ماتش مهم النهارده. طب قول له بقى يوطي الصوت شويه. بلاش يا نعم خلينا احنا علينا الاستعمال. بلاش ايه انت التاني؟ بقول لك قول له يوطي الصوت شويه. بس ماتش مهم عشان كمان نعرف النتيجه كام. هتروح ولا لا؟ طب خلاص خلاص هدي اعصابك. انت ساكت تعال. ايوه بس انا مش جاي عشان كده، انا جاي عشان تقفلوا التلفزيون. هادي الحظ اصبحت بوش مين النهارده. انت ممكن تبطل التلفزيون عشان انعام مش عارف تنام وعامل زي صوت الدبانه كل ما تيجي تنام تسمع تاني. يبقى يعني مش السعادي من المعروف. ايه هو حصل ايه؟ هو مين معدي هنا في التلفزيون؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه انت؟ التلفزيون صوته عالي يا كابتن رشدي وانعام مش عارفه تنام. الله بعدنا عشان تقفلوه. مين ده؟ انت مين يا ابني؟ انت مين؟ انا كنت اجرى لك ايه يا كابتن رشدي؟ انت مش عارف انا مين؟ ده كلام برضه. قلت لك انا تبعد عن وشه السعادي ده ما بيعرفش ابوه، دول مغلوبين ثلاثة ست. امال يا ست يعيش واخد غير؟ ما هو كل مرة كده. الله يهارد لك يا كابتن معلش. يا ابني اسكت، انت شمتان فيا؟ طب انا عليك من اياهم. ايهم ايامين دول ايهم؟ مشجعين العمالقة، انت فرحان فيا؟ ايوه بقى تنصحني؟ يا سنة بقى اكد عيد اكد مجان اكد. ولعلمك بقى انا عمري ما شفت فريقك ده بيغلب ابدا. طبعا الخير على قدوم الوردين. هو كل مرة بيتغلب. هزيمة خلتنا كلنا في موقف حرج قصاد مشجعينا وقصاد كل النوادي. يا كابتن انا قلت لحضرتك قبل كده ان الماتش ده بالذات كنا لازم نخش المعسكر. يا كابتن انا قلت لك الف مرة قبل كده انت بالذات ما تتكلمش. معسكر ايه؟ انت تخش مصحة تقعد على شلت ترقد له طول الموسم في سراير. انا لا يمكن هسمح للفريق انه يعمل المهازل دي تاني. خليته اسمي في التراب. كابتن رشدي مدام يلا يا كباتن. يا ريت يا ريت. نعم سيب لك البيت عليكي في النادي. انت مش هتبطل الهمجية بتاعتك دي؟ ذنب ايه الاستاذ صفوت تبهدله البهدلة دي كلها؟ مش هعتذر له لما اروح. عايزة ايه؟ انت مش همشي من هنا غير لما تيجي معايا وتعتذر. وانا مش هعتذر دلوقتي. يلا هتيجي شايفة في اجتماع خطير دلوقتي. اجتماعك؟ في اجتماع على ايه؟ على الخيبه اللي انتوا فيها؟ انت لازم تيجي معايا دلوقتي حالا وتعتذر قبل الحكايه ما تكبر. تكبر يعني ايه؟ مرات وست مش سهله يا رشدي. سهل ولا مش سهل؟ انا مالي بيها. الله مش جوزها ده اللي انت عورته؟ يستاهل. نحسنا دخل فينا ست جوان. حرام عليك يا مفتاي، ده ما عملكش اي حاجه. كان واقف نحسنا لغايه ما دخل فينا ست جوان. لو الاكاد شمتان. عسكري واقف على الاسم. نعم العسكري واقف. هو ده الاسم بقى؟ مدام اسم الله عليك. مدام العسكري واقف. يلا ايه مش قادر تمشي ولا اتحرك؟ لا انا همشي اهو. يلا لك ايه يا نعم بلاش المسامح كريم. بلاش الراجل ضربك جوه بيته واعتدى عليك بالضرب والاخر عايز تدافع عنه؟ لا ده صنف نمرود ولازم يتربى. معلش حقك عليا برضو احنا جيران وايه وبعدين كل ماتش بتغلب 4-0 5 والماتش اللي فات مغلوب 6-0 6-0 7-0 لازم تبلغ عنه. بقول لك ده صنف نمرود ولازم يقف عند حد. لا معلش انا مش هخش الاسم. تعالى هنا. يعني مش هتخش الاسم؟ لا لا انت هتخش للضابط وتقول له على اللي حصل. لا انا ماشي قبل ظبطها انا ولا
عمري قابلت ظباط. انا لو الظابط سالني دي من ايه هقول له باب الشقه خبط فيا، انا ماليش دعوه. وكمان بتدافع عنه يا راجل؟ انت تحضنتني، بقول لك لازم يتربى ويقف عند حده. طب خلينا بكره يمكن تبقى كويسه وتروح. بكره ده ايه؟ هو انا فاضيه لك بعد ما جينا قدام الاسم؟ يلا. لا معلش، اصل انا معلش انا بخاف اخش الاقسام. ما انا كمان بخاف اخش الاقسام. ده انت واخده عليه؟ واخده عليها. لا بصراحه من ايام ما كنت بتعملي التحقيق مع المساجين طب يلا بس بلاش كلام كتير. يلا. لا بس انا اقول لحضرتك، مش هو ضربني؟ اه. انا مستعد اجيبه يعتذر لك. يعتذر لي؟ يعتذر لي ده ايه بعد اللي عمله قدام العماره كلها وقدام كل السكان؟ يلا يلا خش بلاش عصلته بقى. بقول لك خليه لبكره له عينين. خلي انا اهلا بكره. الحظابط جوه؟ الحظابط اللي بيعمل المحاضر. طب خلينا بكره. بقول لك ايه، عشان كرامتي وكرامتك لازم تبلغ عنه. تيجي معانا حضره العسكري؟ وصلنا بالظبط. هتخش ولا هعمل؟ طب نجيب العسكري عشان هنعرف ظبطنا ايه. طب يلا تعالى. ايه صفت؟ ايه ده؟ انت لسه زعلان مني؟ معلش انا اسف، حقك عليا، انا كانت اعصابي متوتره مش عارف عملت كده معاك ازاي. معلش لو سمحت ممكن امشي؟ لا تمشي ايه، مش قبل ما نصطلح. بعد ايه ده؟ ايه كل مدى بتفرش في وشي؟ بتفرش يا سيدي؟ معلش احنا اخوات، تضربني اذا كان ده رايحك. لا استغفر الله، اضربك ازاي؟ انا خلاص الموضوع خرج من ايدي. هادي راسك يا وسط. لا استغفر الله كابتن. لا اقف وخلاص. صافي يا لبن. انا حليب يا قشطه. لكن هي يمين انعام. المدام؟ لا 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 ما تقلقش، انا حاجي بالليل اعتذر لها. بقى انا قلت لها كده انا مستعد اجيب لك الراجل يعتذر لك، هي صممت تروح. خلاص ابعت لها سهام تعتذر لها. نعم يا ريت. وايه اللي يا ريت؟ نجي لكم احنا الاثنين بالليل نعتذر لكم، عايزين ايه؟ يا ريت يا استاذ وجدي يا ريت. على كلام ايه ده؟ ثم انت رايح فين دلوقتي؟ انا كنت رايح اجيب اسبرين. لا 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 تعالى 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 تعال معايا، انا عندي اسبرين فوق. تعالى. لا ما ينفعش اللي فوق. لا ما ينفعش ليه؟ اصل حضرتك ما تعرفش ايه اللي حصل. حصل ايه؟ نفسي افهم. اصل هي لو عرفت ان الاسبرين ده من عندك مش هتاخده، الصداع مش هيضيع. ليه بقى؟ اصل انت ما تعرفش ايه اللي حصل. بس حصل ايه؟ خلاص انا هسوي معاها الموضوع. تعالى بقى. لا معلش شايفين انا ما اقدرش. شفت بقى كده انت لسه شايل مني صح؟ انا بس حاسب، انا مش شايل منك، حاسب عيني. وبعدين حضرتك قلت لك انت ما تعرفش ايه اللي حصل هناك. ايه الكلام ده؟ ما تعرفش اللي حصل؟ ما تعرفش؟ مش عايز اعرف. ايه ده يا فوقيه؟ دي بروفة المقال بتاعي؟ ايوه يا استاذ انعام، بس برضو الاستاذ زوني يعدل فيها شويه. مش ممكن. ليه؟ هي فيها حاجه غلط؟ كلها غلط، انا كان قلبي حاسس من الاول. ايه بس اللي فيها غلط؟ فين عنوان المقال بتاعي؟ ما هو فوق اهو. موضوع للمناقشه هو ده عنوان المقال بتاعي؟ ايوه يا استاذ انعام. لا انا عنواني بقى غير كده خالص، انا اللي كتباه بايدي، كتباه عن المراه. المراه الى متى ستظل العقبه في يد الرجل؟ وبعدين فين الصور؟ مفيش ولا صوره. بقى انا عماله احرق في دمي بقالي كذا يوم، واخد المصور معايا علشان ياخد احسن لقطات، وفي الاخر يشيلوا اهم صور في الموضوع بالبساطه دي. ازاي يشيلوا صور ام سيد ولوطه؟ ازاي؟ انا ماليش ذنب يا استاذ انعام. طيب انا بقى هكتب شكوى رئيس التحرير، وشكوى ليه؟ انا رايح احارب نفسي. طيب بس اهدي كده واقعد ارتاحي عشان نقدر نتفاهم. يا فندم انا مش قادره اشتغل، مش قادره. طب اهدي شويه بس. نعم انا تحت امرك. في اهمال متعمد ضدي شخصيا، مقالاتي يا استاذ زهني، مقالاتي. مالها مقالاتي؟ موضوع زي اللي انا كاتباه ويهم المراه العامله ومشاكلها، ازاي يتشال منه الصور؟ وازاي يتغير عنوانه؟ ازاي يتغير عنوانه من غير ما ياخدوا رايي؟ ما احنا محكومين بالمساحه اللي قدامنا. انا بقى مختلفه معاك هنا شخصيا. انت دايما مختلفه معايا ومع كل الزملاء، حتى عمال المطبعه دايما بيشتكوا منك ومن تصرفاتك معاهم. انا عمال المطبعه بيشتكوا مني؟ للاسف ايوه. وانا شخصيا شايف انك لازم تعالج الامور بنظره منطقيه اكتر من كده. لا بقى، انا لا يمكن اتوقف عن اداء رسالتي، دي معركه مصيريه ولا بد ان انتصر فيها. Thank you.
ماما نسيتها بره نقطه البوتاجاز ولا قدام عادي بره. اشتغل الاول ولا نقشر البطاطس الاول واملحه على ما تيجي انعام؟ نقشر ولا نشتغل؟ نقشر. انا بقول نقشر لحسن انعام زمانها جاي. وهتراجع المقالة من الاول وجديد؟ ايوه هراجعها. فوق ايه اعمل ايه عشان اللفاندي اللي قاعد هنا ما يتكلمش معايا نص كلمه؟ بس دي لازم المقاله تروح المطبعه النهارده. معلش انا هروح اتغدى وان شاء الله هراجعها، والساعه 7 مساء لازم اكون هنا. باي باي. مع السلامه. الله يسلمك. ربنا يقويك. نعم اتأخرت ليه يا نعم؟ يا اخي قول الحمد لله على السلام. هو انت كل ما تشوفني تقولي اتأخرت ليه؟ خلاص اصلي ما بقتش استحمل. خلاص يا حياتي انا قلت حاجة؟ انا بسألك بس بقولك اتأخرت ليه؟ سؤال ملوش لزوم. انت عارف ان انا لما بتأخر بتأخر في المجلة. ايوه حياتي عارف ان انت بتتأخري كل يوم عشان الاجتماعات والمؤتمرات من اجل تحرير المرأة من الاقتصاد المنزلي والعائلي ولا الحاجات دي. ولما انت عارف ان انا بحضر اجتماعات من اجل تحرير المرأة بتسأل ليه؟ خلاص يا حياتي هدي اعصابك خلاص. محمد القميص ايه ده؟ كنت باكل قميص عشان اخرج بيه. بتاكل قميص؟ ده انت حرقته. لا ده هو اللي شكله كده مخرق من ورا الموضه. الموضه كده ما اديتوش للمكواجي ليه؟ ما انت عارفه انا عامل مكواجي بياخد على القميص 75 قرش والبنطلون جنيه وربع. اعلى مش لازم احوش عشان خاطر ندبر امورنا. تحوش من هنا وتحرق من هنا. لازم حياتي اوفر عشان احوش قرش على قرش واجيب العربيه زي ما انا جبت لك عربيه بالظبط كده. صبر يا رب صبر كده يا نعام. الله التدبير المنزلي امال ادبر المنزل ازاي؟ مش في حاجه اسمها التدبير المنزلي؟ التدبير المنزلي ده يبقى قرش على قرش يجيب عربيه على طول حياتي. يا اخي اتلحلح شويه اتلحلح شويه وشوف الدنيا ماشيه ازاي. ماشيه ازاي يعني؟ مش زي مشيتني ولا جديد؟ يا راجل انت عايز تشلني؟ يا اخي فهمني، الراجل من دول يخلص شغله ويروح على شغلانه تانيه واتنين وتلاته عشان يزود دخله. الله طب انا هزود دخلي ازاي يا نعام؟ اللي بيزود دخله ده بيشتغل بره، لكن انا هنا بشتغل في البيت. يا سهام سهام سهام. اي الحمد لله على السلامه. ايه ده انت لسه في المطبخ؟ ياك لسه ما خلصتيش الاكل؟ ها ونهعمل ايه؟ مش على بالي لما جيت من الشغل وبعدين نزلت اجيب الخضار مفيش وقت. ده اللي انا خايف منه، بقت عيشه تقصر العمر. كان مالي يا رب انا ومالي الجواز؟ كنت عايش حر نفسي اكل براحتي وارجع براحتي. وانا يعني هقطع نفسي هعمل ايه اكتر من كده؟ وبعدين كلها ربع ساعه والاكل هيخلص. مش واكل انا خارج. هاتي استنى خد. ايه دي؟ ورقه جات لك من الاسم. اسم؟ ايوه جواب استلامها من العسكري. ايه الحكايه؟ مش عرفت انت عملت حاجه؟ حاجتي ايه؟ معرفش. بعد ما نتغدى بانزل شوف ايه الموضوع. مش متغدي. هاتي انا خارج اشوف ايه حكايه الورقه دي. ادخل. امال فين صفوت؟ بقول فين صفوت؟ انا مش بعت لي يجي معاكم؟ صفوت يا فندم. استاذن ساعة يا فندم وراك تاني. استاذن من مين؟ مني انا. طيب انا جالي دلوقتي تليفون من السيد وكيل اول الوزارة طالب ملف مشروع الاسكان الاقتصادي، عايزكم تاخدوا الملف وتراجعوه في خلال ربع ساعة عشان اطلع اقابل بيه السيد وكيل اول الوزارة. الملف؟ ايوه الملف. الملف يا فندم خدوا صفوت علشان يرجعوا في البيت.
يا استاذ عبد العزيز انت عايز تشلني؟ ما هو يا سعاده البيت انا ما كنتش عارف انك هتطلبه بسرعه كده. طيب عندك عنوان بيته؟ لا. يا مصيبتك التقيله. انا عارفه يا فندم. كده؟ ايوه. طيب خلاص تطب عليه في البيت وتجيبوا منه الملف حالا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. استنوا انتوا معاكوا عربيه؟ لا لا يا فندم هناخد المواصلات. مواصلات ايه يا استاذ انت وهو؟ بقول لكم مفيش وقت. انا جاي معاكم. تعالوا ورايا. اتفضل يا فندم. طبعا على الواحد اكتر من على الدوالين. ليكي ايه يا اخي؟ يعني دلوقتي لو كنت رحت لام شربات الشغال مش كنت ريحتني من الهم اللي انا فيه؟ انا امانه رحت لها انعام. لو كنت رحت لها كانت جت. انا رحت لها ما لقيتهاش هناك، سبتها ولا عند الجيران. وانا اعمل ايه بقى؟ الله ذنب انا ايه يعني؟ طب تقدر تقول لي انا اتصرف ازاي؟ النهارده بالذات ورايا مقابله مهمه جدا، ورايا مواعيد متلتله، اعمل ايه دلوقتي؟ طب روح انت المقابله دي وسيبيني انا شطه في الصحون. حصلت الاطباق اللي كسرتها المره اللي فاتت. اعمل ايه بس؟ عايز اساعدك انعام. اعمل ايه؟ انت اشوف المواعيد وانا شاهل. لا شاهل انت، يلا وخلصت عشان الحق الميعاد اللي عندي. طب هات فردك كونت. اتفضل. كونت النهارده بقى المقابله هتكون ساخنه جدا بيني وبين الاستاذ زهري. الله، هو لسه الراجل ده بيضايقك؟ طبعا مش راجل. مش راجل؟ يعني ايه؟ ايوه يا سيدي، عامل خط دفاع ضدي مع كل الرجاله. اما صحيح راجل ما عندوش حق. طب ومين على حق بقى في العمليه دي؟ انا طبعا. ايه ده يا اخي ده؟ ما انا عمال اغسل الحاجه واشيلها وانت تحطها في الصابون تاني، انت هتجنني. ما انا كانت عايزه نظافه هنا بحطها. طب بره بقى. طب اخدها احطها بره. اخدها ايه؟ انت اللي بره، اتفضل بقى بره المطبخ خالص. حاضر. يلا حاضر يا نعم، بس هدي اعصابك. قال جبتك يا عبد المعين تعيني، لقيتك يا عبد المعين عايز تتعين. انا اسمي صفت عبد المعين. ايه؟ طب روح بقى افتح الباب. ايه ده؟ لازم بتاع اللبن. خد الخزران ولا بلاش احنا دي مصر. خد السلطانيه اللي عندك. يلا اللبن. ايوه يا صفت افتح يا صفت. لا صفت احنا معانا السيد الاستاذ اتفضل يا سعادة البيه. اتفضل. اتفضل يا فندم. امال هو فين؟ هو مين يا فندم؟ الجدع اللي فتح لنا ده شبه صفوت. تمام يا صفوت. يا استاذ صفوت. اتفضل يا فندم سيادتك ارتاح. يا صفوت صفوت يا صفوت. امال فين صفوت؟ جاي حالا يا فندم، اصله مشغول. اتأخرت عليكم شوية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. إيه يا فندي اللخبطة اللي أنت فيها دي؟ معلش يا فندم، أنت عارف إن الواحد في البيت بتاعه بيبقى على راحته شوية. أهلا وسهلا عزيزي. أهلا وسهلا بركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه ده؟ تعالي يا نعم. معقولة؟ السيد المراقب العام، المراقب بتاع شركتنا. إيه اللي أنت لابسه ده؟ يا ده الفضيحة الدارة بسرعة الدارة. لا عيب يا نعم، ما يصحش كده. الله سلمي على المراقب بتاعنا، نقول له اهلا وسهلا. هو اللي في النص ده. انا معاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش يا مدام، حصل خير، ربنا امر بالستر. الحمد لله. طب حضرتكوا تشربوا ايه؟ حاجه ساقعه ولا حاجه سخنه؟ بسرعه يا نعم، هات حاجه في حاجه الثلاجه. مفيش وقت يا استاذ صفوت، احنا مستعجلين، يا دوب ناخد الملف ونمشي على طول. لا ما تقولها، ودي تيجي بسرعه. انا اجري هات حاجه ساقعه بسرعه. تفهمني؟ ما تسمعش الكلام، اجري هات حاجه. اتفضل يا فندم الملف اهو. اهلا وسهلا يا فندم. يلا تعالى بسرعه. لا انا ما اقدرش اسيب السيد المراقب، لازم اقعد معاه. بقول لك تعالى ساعدني، عايزاك في حاجه جوه. يلا. هي طب روحي هاتي حاجه ساقعه. يلا هجيب بس. يلا خلصت. السيد المراقب مستعجل، لازم يشرب حاجه. اهلا وسهلا. حاضر. يلا يا اخي. يلا. مالو اللي خلصت يا ابني؟ انا ليه؟ انا اللي
رأيي تستريحوا شوية. ممنوع يعني، اقعدوا شوية. بس أنا مستعجل، عندي ميعاد مهم جدا. أنا بس اسمه ما هو الخروج دلوقتي مش حلو، مش لصالحكم. أنا مش فاهم قصدك إيه. بس يا صفا، أصل الجدع اللي بره ده مخه شوية مش طبيعي، يعني شكمانات كله ضارب في الهواء. أيوه، كل يوم والتاني بحاجة جديدة. يا خبر، ليه درجاتي؟ طب اتصرفوا. أنا ورايا معاك مهم جدا. وأنا كمان ورايا معاك مهم جدا، لكن بقى هضطر أستنى لغاية ما يهدى ويدخل شقته. هو اللي بره ده جاركم؟ جارنا اللي هنا بعيد عنك يا اخويا. ايه الحكايه؟ ما تحتملش، اطلب بوليس النبته. ما انا ما عنديش تليفون. لازم تركب تليفون عشان الظروف اللي زي دي. لا انا عندي بقى، راح اجيب بوليس النبته. اسال بقى ما ركب تليفون. وبعدين يا صفا ده هيكسر الباب علينا. بقول لك ايه يا صفا، انا لو جرالي حاجه في بيتك هعملك المسؤوليه، انت فاهم؟ لا انت في حمايتي. انا من قال كده؟ انت مين؟ انا مش من هنا. رزي مالكش دعوه بالناس دول. قولي راحوا فين؟ هم مين؟ صفوت وانعام جوابني. طيب على مهلك، هدي اخلاقك شويه. ايه مالك عصبي كده ليه؟ انت اول ما فتحت الباب هم جايين من هنا. قول على طول انت فاضل. رزي، ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا اتبهدلت في الباب ده. كلكم ان شاء الله بكره هتتحولوا للتحقيق ورايا. انا متاكد ان انت شلت الظرف فوق. وانا بقول لك بقى ومتاكده تماما ان وقع منك في الحته دي. الظرف الاصفر فين يا عم عبده؟ ما شفتوش وقع هنا؟ يخش ده يا استاذ. هو ده، برافو عليك. كانت هتبقى كسره لو ما لقيتش الظرف ده، لانه في محاره بتاعت الجليد. الحمد لله. يلا يا استاذ يلا. الله، ايه العباره يا سوري السلامات؟ سري هندرت مره. مساء الخير يا ام عبده. مساء الخير يا ام عبده. الظاهر والله اعلم الجماعة دول كتروا بتنجان على الغداء. انا متاكد ان الظرف وقع مني في الحته دي. نشوف يا صاحبي البيت. ما شفتش الظرف اصفر يا عم عبده؟ ايوه ده اصفر. ايه يا استاذ؟ الحمد لله. ايوه واحد البيت هو ده. مساء الخير يا عم عبده. مساء النور يا استاذ. مساء الخير يا عم. مساء الخير يا عم عبده. رائع، عظيم جدا. الحمد لله يا فندم ان سيادتك اعترفت بان الموضوع له اهميته، بس للاسف مكانه مش هنا. جايز بقى المساحه مش مكفيه. وماله، ننشره على عددين. للاسف يا استاذ انعام،
اللي انت جايبه لي ده ملوش اي علاقه بالصحافه. ايه ده؟ مشروع انشاء مساكن اقتصاديه. يا خبر ابيض، الظرف، الظرف مع السيد المراقب العام. خير يا فندم؟ خير. تجيب لي صفوت من تحت تقطيق الارض عشان اطبق في زمره رقبته. يا استاذ عبد العزيز انا اتهزقت. ما خلاص اعتذرت له، هعمل له اكتر من كده بقى. ودي عمايري اللي عملتها انت ومراتك يا استاذ ليله امبارح. خلاص بقى يا استاذ عبد العزيز لو سمحت ده في الموضوع، لان معلش مستحمل اكتر من كده. شكرا. عزيز وقت لا مشكل جدا. ألشو كابتن إبراهيم اللاعب المشهور عندنا هنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك كابتن إبراهيم. معقولة؟ أهلا وسهلا يا فندم. أي خدمة؟ يا أساتذة كل واحد على مكتبه واتفضلوا شوفوا شغلكم. أهلا وسهلا. أهلا. أي خدمة؟ سعادتك تؤمر. أنا عايز الأستاذ صفوت لو سمحت. أنا الأستاذ صف. أهلا وسهلا. أهلا بيك. في إيه الدوشة اللي حصلة هنا في المكتب؟ مين؟ كابتن إبراهيم شخصيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إيه حضرتك ليك طلب عندنا هنا في الشركة ولا إيه؟ لا الحقيقة أنا جاي للأستاذ صفوت. يبقى لازم تيجي معايا المكتب تشرب الحاجة الساعة أولا. اتفضل. بس لكن يعني ما لكنش ولا حاجة، مش هقبل أي اعتذار. اتفضل معي. اتفضل. ايه ده؟ هو اللاعب ابراهيم ده كابتن في الشركه هنا ولا ايه؟ ابسط يا عم، يظهر ان زياره كابتن ابراهيم دي هتصلح كل حاجه. اللي معرفه ولا عارف هو جاي ليه؟ والا بقى وانتوا بتلعبوا مع النادي بتاع الجوكوماتا ده. يا سلام يا سلام، بصيت لقيتك رحت شايط شوطه كده راح جايه في التمانيات. ازاي ما اعرفش؟ لعيب لعيب يا استاذ ابراهيم، لعيب يا عيني. انا ما اعرفش ان سيادتك غاوي كوره بالطريقه دي. غاوي ده؟ انا لعيب ولعيب قديم قوي. ده انت الظاهر ما عندكش فكره، انا كنت بلعب في نادي الترماي ايام ما كان ثلاث ادوار. الترماي؟ لا النادي. طيب بعد اذنك بقى اقعد على الكرسي هنا يعني؟ ما لا اتفضل استريح، احنا حصل لنا شرف. لا معلش عشان حضرتك تشوف شغلك بس. يا راجل شغلي اقعد يا ما اشتغلنا، خلينا بقى نبحبح عن نفسنا شويه. قول لي بقى انتوا ناويين تعملوا ايه مع نادي العمالقه؟ استنى ما تخشش. لمؤاخذه تعال هنا عشان يعني البرستيج. اتفضل. بقول لحضرتك ايه؟ موضوع الكابتن رشدي ده مهم جدا بالنسبه لي. لا اطمن، كل اللي انت عايزه هيحصل ان شاء الله. اطمن. ادخل. شكرا. ايه واقف ليه؟ خلوا استاذ صفوت. مستنى بره على الباب ده. طيب خليه يدخل. حاضر. ما تنساش سعادتك موضوع كابتن رشدي. لا ما تخافش تحت امرك يا فندم. الكابتن ابراهيم حكالي على الموضوع كله. انت ازاي يا استاذ صفوت تبقى موظف عندي هنا في الشركه وتروح تقدم بلاغات في الاقسام؟ لو في مين؟ في الكابتن رشدي؟ لا 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 يا صفوت لا. كابتن رشدي؟ لا يا فندم انا ماليش ذنب. انت دلوقتي تروح مع كابتن ابراهيم وتعتذر لكابتن رشدي وتتنازل عن المحضر. وبالمره ابقى سلم لي عليه. لا المدام مش هترضى. اصل المدام يعني انا اقول لك خلاص موضوع خلاص يا استاذ صفوت. انا قلت تروح تتنازل عن المحضر يعني هتتنازل عن المحضر، ده امر مفهوم؟ لا خلاص يا فندم مدام ده امر خلاص انا لب النداء يعني. طيب يا سعادة البي احنا متشكرين جدا. العفو يا كابتن ابراهيم. مع السلامة. الله يسلمك. مع ألف سلامة. أروح معاه. واقف ليه؟ مع السلامة. طب
السفر. انت النهارده اثبتت لي فعلا انت معنى الكلمه. العفو يا كابتن رشدي، احنا اهل وجيران. ايه رايكم بقى بالمناسبه السعيده دي النهارده نروح نقعد شويه في النادي؟ لا معلش، لا عارفين، انا ده انا واخد نص ساعه بالعافيه من المراقب العام. مراقب عام ايه وبتاع ايه؟ المراقب العام بتاعكم ده ممكن اجيبه النادي حالا. لا مش هيرضى يجي، ده معصمك. لا 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 تمام. وفرصه يا استاذ صفوت نقعد وندردش. يا راجل ده انت عامل لي قلق بشكل. عامل لك قلق فين يعني؟ قلق ازاي يعني؟ قلق فين يعني؟ ولا قلق بيبقى فين؟ عامل لي قلق. لا ليك اصحاب ولا قاعده ايه؟ لا لا كان ليا من ايام ابتدائي بس ولا فاكر ولا واحد فيهم. دلوقتي انعام منع الاصدقاء عني، كل ما يجي لي صديق تطرده. الله بقيت راجل بيتي. تمام تمام. لا باين باين مظبوط مظبوط. اتفضل اتفضل يلا فرصه ندردش. لا معلش يا فين انا ليه؟ يلا يا ابراهيم يلا ابراهيم يلا. واخد كل الاجازات العارضه ليه يا سيدي؟ ولا يهمك، انا كلمه منع عني الاجازات العارضه يا سيدي. اتفضل. مراقب عام؟ لا عارفين انا مراقب عام ايه بس ما يعرفكش. اركب اركب. اصل لو عارف ان انا رحت النادي يا سيدي اركب بقى. خش خش بقى، ده غريب قوي. بس انا ما 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 في الباب من بره. اقعد 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 خلاص يا ابراهيم. الله يكون الاكل عجبك يا استاذ صفوت. ده هو مش بطال، بس هم زودوا الحبهان والمستيكة شوية عشان يغيروا طعم الأكل. إنما أنا باكل، لو كانوا بس اكتفوا بورق اللورة كان ادى طعم تاني. ورق اللورة 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 مظبوط مظبوط اللورة. أستاذ صفوت بيفهم في الطبيخ ها؟ لا 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 لا، ده طباخ شديد ما حصلش. يعني مش قوي كده. ملايين. مدام عندي في البيت بتقول لك طشة الملوخية بتاعته بتقلب العمارة. مش حساب بتذاكر. ما حصلش. انت قلقانة ليه بس يا انعام؟ علشان دي تاني مرة يعملها من بعد الجواز. يا ستي تعالي شوفيني انا، انا لا بعرف جه امتى ولا مشي ساعة كام. غلط غلط يا ست هانم غلط. انت من الاول ما عرفتيش تحسسيه بكيانك. ازاي يعني؟ يعني مثلا لازم تعرفي جوزك رايح فين وجاي منين وبيخرج مع مين وبيتقابل مع مين وبيسهر مع مين. رشدي؟ ايوه رشدي. ايه مش راجل زي بقيه الرجاله ولا ايه؟ لا ده عجينه لوحده. لا مفيش حاجه بقى عجينه لوحده، الرجل ما هو الا طفل كبير. ده كلام نظري بيقولوه علماء النفس وبس، لكن الحقيقه غير كده خالص. الرجل ما هو الا مصيبه كبيره مش طفل كبير. ما هو من ضعفك تمادى فيها وبقى يعمل اللي على مزاجه عشان لقاكي سلبيه. ما هو مشغول بالكوره هيروح فين يعني؟ يا سهام يا سهام يا حبيبتي اسحر روحك، الرجاله دول ميه من تحت تبن، والراجل بقى طالما سبتيله الحبل على الغارب بيشطح. ما ظنش رشدي، انا عارفاه كويس جدا، يجعجع يشخط يسهر بره، انما مش بتاع الكلام ده. يا استاذ صفوت ازاي الحال؟ استاذ صفوت انا بكلمك. اهلا 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 اهلا. ايه رايك في النادي؟ ده نادي ظريف في مستوى ديكورات عالي. سعادتك ما بتصيفش في اسكندريه؟ لا ليه؟ يعني ما عندكش مايوه؟ لا ما عنديش، بس انا كنت قاطع بنطلون وعامل النص الفوقاني مايوه عشان انزل بيه المايوه وقت اللزوم يعني. ينفع؟ تمام تمام. انا بقول يعني كنت تنزل تاخد لك غطس. غطس ممكن؟ طبعا. بس انا ما عنديش مايوه. ما فيش مشاكل، اجيب لساعتك مايوه. لا 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 بلاش بلاش بلاش. ليه؟ معلش وقت تاني، المرة دي خدنا فكرة، المرة التانية ناخد غطس. لاحظ انك كان عندك استعداد تنزل، ليه ترددت؟ في حاجة؟ لا اصل معلش، اصل بيني وبينك ما جبتش غيارات داخلية معايا. غيارات داخلية؟ انت هتتليف. ده غطس هتنزل وتطلع، لا من شاف ولا من داري. طب مش هتجيب سيرة لحد يا استاذ رشدي؟ طبعا طبعا. عيب يا استاذ صفوت، انت بتكلم رجالة. هات لي المايوه. اقعد اقعد اقعد.
فين ده؟ كازينو كازينو كازينو. أيوة. مروح اقعد كبير. ده كلام نظري بيقولوه علماء النفس وبس، لكن الحقيقه غير كده خالص. الرجل ما هو الا مصيبه كبيره مش طفل كبير. ما هو من ضعفك تمادى فيها وبقى يعمل اللي على مزاجه عشان لقاكي سلبيه. ما هو مشغول بالكوره، هيروح فين يعني؟ يا سهام يا سهام يا حبيبتي اسحر روحك، الرجاله دول ميه من تحت تبن، والراجل بقى طالما سبتيله الحبل على الغارب بيشطح. ما ظنش رشدي، انا عارفاه كويس جدا، يجعجع يشخط يسهر بره، انما مش بتاع الكلام ده. يا استاذ صفوت ازاي الحال؟ استاذ صفوت انا بكلمك. اهلا 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 اهلا. ايه رايك في النادي؟ لا نادي ظريف في مستوى ديكورات عالي. ساعتك ما بتصيفش في اسكندريه؟ لا ليه؟ يعني ما عندكش مايوه؟ لا ما عنديش، بس انا كنت قاطع بنطلون وعامل النص الفوقاني مايوه عشان انزل بيه المايه وقت اللزوم يعني. بينفع. تمام تمام. انا بقول يعني كنت تنزل تاخد لك غطس. غطس ممكن؟ طبعا. بس انا ما عنديش مايوه. ما فيش مشاكل، اجيب لساعتك مايوه. لا 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 بلاش بلاش. بلاش ليه؟ معلش وقت تاني، المره دي خدنا فكره، المره التانيه ناخد غطس. لاحظ انك كان عندك استعداد تنزل، ليه ترددت؟ في حاجه؟ لا اصل معلش، اصل بيني وبينك ما جبتش غيارات داخليه معايا يعني. غيارات داخليه؟ انت هتتليف. ده غطس هتنزل وتطلع على من شاف ولا من داري. طب مش هتجيب سيره لحد يا استاذ رشدي؟ طبعا طبعا. عيب يا استاذ صفوت. بس كابتن رشدي بيرقص حلو قوي. تعالى بس قوم روق روق روق. انا قوم يا كابتن، انا فاضي بس. كابتن ابراهيم
ما تحبش الا الراجل اللي يشكمها، اللي يوقفها عند حدها، اللي يخالفها، اللي يخليها دايما مش مطمنه من ناحيته. ازاي بقى؟ ما هي لو اطمنت انك بتحبها وتسمع كلامها انك تنفذ لها كل اللي بتقوله خلاص هتقولي ارض تهدي ما عليك يا قد. لكن طول ما هي مش مطمنه بالنسبه لك هتلاقيها دايما مشغوله بيه وتحت رجليك. هي الحكايه حرب وتكتيك. امال ايه؟ اسمع كلامي انا تكسب. اتنين وربع. ما ان شاء الله تبقى مية وربع، ايه المشكلة؟ اسمع، الليلة دي ليلة حاسمة بالنسبة لك، عايزك تخش بيتك بطل شديد. لا تتلجلج ولا تتراخى وإلا حيفلت منك الزمام وإلى الأبد. قول لي بقى، ايه؟ ناوي تبقى سابع ولا بابع؟ لا سابع طبعا. خش 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 الجنة. انت جيت يا رشدي؟ ايوه. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ كان عندنا ماتش. ماتش بالليل؟ على الاضواء الكشفه، انما ماتش ايه كان له العجب. انت اكيد جنين، اكيد طلعت حاجه مفتوحه. انت بقى انسان مستهزئ غير جميل في حمل الرجوليه. فين الطريقه يا استاذ كنت عرفت اللي حد دلوقتي؟ بطلت بتكلم. جول! جبنا جول. جبت جون في مين؟ مش مهم في مين، المهم النهارده جبت احلى جون في حياتي ولسه الاجوان جايه كتير. لا لا كتير وغير من صحابك اللي لحد دلوقتي كانوا معاقين. لا انا حر. وكمان ترد عليا يا صفا وانا تعالى. من انت؟ من انت صوتك عالي؟ من انت؟ من انت تعالى صوتك عليا؟ لا لا عمر وي احلى مزيكا سمعتها في حياتي. وايه بقى اللي خلاك تخرج معاهم من النادي للكازينو؟ ما انا فوتك في الكلام. طب قول. انا عايز انام يا نعام. مش هتنام، مش هتنام يا صفوت الليله دي غير لما تعترفي باللي حصل. ما انا هقول لك كل حاجه يا نعام، وبعدين لما نصحى ابقى احكي لك على كل حاجه. مش هتنام وانا كمان مش هنام، وهطلع من البيت على الشغل على طول، بس بعد ما اسمع منك كل اللي حصل الليله دي. اصل انا بعد ما روحت القسم. قسم؟ اصل سيد المراقب العام. استنى لحظه واحده، انت قلت القسم؟ اسم ايه؟ انا قلت انا جبت ست القسم. ايوه قلت القسم. غصب عني يا نعام، اصل السيد المراقب العام. انا ماليش دعوه بالسيد المراقب العام، انا في القسم دلوقتي. لا لا ما هو اللي قال لي نصف الموضوع بقى. موضوع ايه؟ نصطلح بقى يعني نخلص. تصطلح انت ومين؟ انا ورشدي. رشدي؟ معلش انا مهدي اعصابك، هو قال لي الصلح خير وحبه منك وحبه منه، شو عليك وشو عليه، تبقوا عصافي حليبه مهلبيه. صافي ايه وحليب ايه ومحلبيت ايه؟ واتنزلت عن المحضر يا صفوة؟ اتنزلت عن المحضر يا نعم. اوخ طيب يا رشدي، طيب يا رشدي، اقص عليك يا صفوة كده كده تخلي رقبتي زي السمسمه. طب والله ما تنام الليله دي. لا معلش ارجوك، انا ده انا عايز انام، ده انا جعان نوم. ازاي يا راجل انت؟ ازاي تروح تتنازل عن المحضر ازاي؟ معلش هدى اعصابك يا نعم، هم قالوا لي الصلح خير وحبه منك وحبه منه وشويه عليك وشد مركب تمشي يعني. خلاص خلاص انا بقى مستعدة انسى كل اللي حصل الليله دي. بجد؟ بس على شرط. ايه تحت امرك ايه هو؟ تقطع علاقتك بالراجل ده نهائي، مفهوم؟ لا انا هخصمه، مش هكلمه ابدا، هروح انام بقى. روح نام بقى. وانت مش هتنامي؟ مش هنام، وانا معقوله يجيلي نوم بعد اللي حصل الليله دي؟ طيب طيب يا رشدي، انا وانت والزمن طويل. سجل السباحة. ايه ده؟ انا بقولك ازاي؟ فيش. مفيش. على كيفك. شوف. ايه اللي اخرك لغاية دلوقتي؟ كان عندنا اجتماع.
وتسيبيني برضو انا واصحابي من غير اكل لغايه دلوقتي؟ ما بعتش عبده يجيب لك حاجه من السوق ليه؟ والعيش بالكم ده يا هانم؟ انا راجع عند بيت وزوجه المفروض تبقى عامله حسابها. وانت صوتك اصحابك يسمعوك. اقفي هنا كلميني زي ما بكلمك. اوعى ايدي، انت اتجننت؟ انا اتجننت لما اتجوزت واحده موظفه. ومالها الموظفه؟ خايله كدابه وبس. وما اتجوزتش واحده تقعد لك في البيت ليه؟ غلطه وغلطتها بقى. صلحها. انت بترد عليا. وما ردش عليك ليه؟ احسن مني في ايه؟ انا الراجل هنا يا هانم. وهي الرجوله بتاع ليله الصبح؟ بيتخانقوا. طب ما يتخانقوا، احنا من؟ رايحه فين؟ نعم رايحه فين؟ رايحه حوش عنها الراجل المتوحش ده وفيش غل فيه. طب بس انا ما اجي معاكي. لا 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 خليك انت. خليني انا ازاي؟ انا مش جايز اتطور عليكي. يتطور عليا ده ايه؟ ده انا كنت اوديه الاسم. الله اسمعني بس، انا تعالي هنا هتوديه الاسم تاني. بقول لك ايه، خليك انت هنا احسن تتعدي منه. هتعدي منه ازاي؟ هو عيان. لا 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 مش عيان، انا بصراحه بقى مش عايزاك تتعدي من اخلاقه الوحشه. لا لا ما انا لازم اجي معاك. الله، انا رجل البيت لازم اشكم اي حد يكلمك ولا ايه؟ رجل البيت؟ امال ايه؟ طب قدامي يا رجل البيت، اتفضل يا سيدي. احنا هنتخانق واحنا رايحين، مفيش خناقه. اوعى انما مشيتك يا سهام على عجين ما تلخبطيش، ابقي اعملي اكتر من كده. من بكره مفيش شغل، هتقعدي في البيت. ده بعدك. مفيش خروج يعني مفيش خروج. هتقعدي تقعدي تخدميني وتشوفي طلباتي. انا مش متجوز فرع لوز كل ساعه والتانيه داخله خارجه والبيت يضرب يقلب. انت فاكرنا لسه في العصر الحجري؟ لا والله ما مبوظ مخي غير الست اللي عايشه قدامنا دي. دي ست تفرعها بمية راجل. اما ربيتك، اما ربيتك وهوري جوزها اللي مش قادر يشكمها ده. يا مدام سهام، صدقنا انكم صلحتوا. قولي لهم يوعوا من ورا الباب بدل ما اطلع اطلع روحهم. طيب طيب اتاري ورا الباب اتاري. فين مدام سيان؟ انا هنا. تعال ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه، اتفضل. انت حاجات الرز هنا ايه؟ انا لسه ما دخلتش، مش عيب برضه يعني. لك عين تكلمني وتخش بيتي. السلام عليكم. مساء الخير يا كابتن رز. مساء الخير. اهلا. يعني احنا كنا قاعدين لوحدينا، قلنا بدل ما احنا قاعدين لوحدينا وانتوا قاعدين لوحدكم نيجي نقعد معاكم نتسلى ونتسلى بيكم شويه. نتسلى ايه يا سيما؟ صفت ما قصدش يا كابتن رشدي، قصدي يعني نتسلى يعني ندردش مع بعض. اي حاجه اي حاجه ندردش مع بعض نتكلم. لما اخذلك لحضرتك لما تبص اي حاجه يا اخي، دردشه ما يعني مش ممنوعه يعني، الجيران لبعضها يعني. مثلا احنا لو نقص مننا حاجه نيجي نشحتها منكم، انتوا برضو نقص منكم حاجه في السوق تيجوا برضو تشحتوها مننا، شويه زيت كوبايه سكر، خلفنا عيل نجيبه عندكم تربوه لما يعني تخلي بالكم منه يعني لما نرجع من الشغل. امال انتوا ليه؟ الجيران لبعضها مش كده ولا ايه؟ يا محسوبك الكابتن رشدي. انا طبعا طبعا كابتن رشدي معروف. الله، حد ما يعرفش الكابتن رشدي لاعب الجيل في المشهور معروف. اهلا اهلا يا فندم. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ ولا حاجه زي ما انت سامعه، قاعد يكسر ويدشدش في البيت. ما انا قلت لك من زمان تعالي نقعد مع بعض ونحل مشاكلك، انت اللي ما رضيتيش تيجي. ممكن افهم الهانم بتقول ايه لمراتي؟ انت مالك يا اخي؟ ايه ستاته بيتكلموا مع بعض؟ ممنوع بقى ولا ممنوع؟ لا لا صح، هما ستات يتكلموا مع بعض واحنا رجاله نتكلم مع بعض محلوله يعني. ريح انت. ممكن اسال سؤال؟ كان مين قصد فضلكم قال لكم تيجوا تخبطوا على باب بيتنا؟ انا مرات اللي قالت لي خبط دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده يا سهام ده؟ ايه اللي بسمعه ده؟ معلش ما تزعليش، ايه يا رشدي اللي انت بتقوله ده؟ رشدي ما يقصدش ولا كلمه طبعا من اللي قالها دي، هو يعني اصله لا اصل ولا فصل. اللي حصل ده اسلوب مش ظريف، ده تسلل اوف سايد يا هانم. حلو اوف سايد دي بقى بسمعها. تسلل يعني احنا سرقنا البيت يعني. انا ما بهزرش يا افندي ما بهزرش. يا كابتن رشدي يا كابتن رشدي، احنا جينا هنا عشان نمنع كارثه مؤكده. كارثه ايه؟ اللي حصل ده تطفل. حصل في مره اني جيت خبطت على بابكم؟ لا حضرتك تهانس وتشرف. يا اخي كل واحد حر في بيته، يتخانق في بيته مع مراته، كل واحد حر. اسكت بقى يا رشدي. مالكوا انتوا؟ اتخانق مع مراتي اكسر بيتي؟ انا حر.
معلش يا جماعة، هو أصله متنرفز شوية ومش عارف هو بيقول إيه. إيه مجنون؟ بشد شعري؟ لا يابها بقى يا رشدي. يلا يلا يا صفت، احنا لا يمكن نقعد ثانية واحدة هنا. لا يلا لا احنا على خاطرنا. لا 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 خاطركم ايه؟ اوعى اوعى لا لا انا مش هاخد راحته بيته. لا عيب. لا 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 ايه ده؟ لا ده جوزها. لا مش ممكن. شفت جوزك؟ شفت عمايله؟ يخش ويقفل الباب في وشنا؟ دي اخلاق دي؟ انا مش عارفة انت مستحملة ازاي. لا 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 مش كده. لا ايه ده بصراحة؟ جوزك ده جلياط، ده ما يتعشرش ابدا بصراحة بقى، ما عندوش ريحة الذوق بالمرة. ما هو من مين اتبختي؟ سهام يا حبيبتي، انت ست مثقفة وعاملة وعيد قوي بقى كل يوم والتانية الخناقات دي كلها. بصراحة بقى انا لو منك. نعم قاعد هنا بتعمل ايه؟ ايه ليه؟ مفيش، كنا بنسمع بس. بنسمع؟ بنسمع ايه يا اخوي؟ طب يلا بقى اتفضل، انت عارف ان باب الشقة مفتوح وبعدين في حاجات جوه لازم تتعامل. يلا اتفضل. عن اذنك يا مدام سامة. اتفضل. بصراحة بقى أنا لو منك أسيب البيت يتطربق على دماغه. وهروح فين بس؟ وأنا ليه حد في مصر خالص؟ مفيش غير أخويا اللي في اسكندرية. خلاص ولا يهم، تعالي اقعدي معايا في شقتنا وهو على الأقل نتكلم وناخد راحتنا في الكلام. ده يا أختي أنت عايزاه يبهدلني؟ ما تبقيش جبانة، قومي يلا معايا ما تخافيش منه. تعالي يلا. احترت في حياتي ومش عارفه اتصرف. ولا يهمك، كل شيء بيتدبر، بس المهم بقى تنفذي اللي هقولك عليه. انا هين عليا اخش الم هدومي في شنطه واروح على اسكندريه. بصراحه بقى يا سهام انت اللي غلطانه بصراحه بقى، يعني كل البيوت فيها مشاكل، لكن زي مشاكلك مش ممكن مش ممكن مش ممكن ابدا. ما هو مستقوي القلب عليا عشان انا وحدانيه ومليش حد. انا ببقى قاعده هنا وسمعه هو بيهينك، وبصراحه بقى ببقى متغاظه منه قوي وعماله بغلي. ويا ريت مهمه كلها على الاكل وعلى كلام فارغ. قولي لي يا سهام، يعني مفيش حد من اهلك ممكن يتدخل بينكم؟ ما قلت لك ان انا ماليش غير اخويا اللي في اسكندريه. طيب يعني اخوك ما يقدرش يجي ويحل المشكله معاه؟ ده شايل ايده من مشاكلي نهائي. ياه للدرجه دي هو سلبي؟ دايما يقول لي حلي مشاكلك بنفسك، وانا بقى بصراحه مش عارفه احل مشاكلي بنفسي. طب انا جات لي فكره. فكره ايه؟ انت عارفه ان انا بكتب في المجله في باب المراه؟ اه طبعا عارفه. طب ايه رايك بقى لو تجيبي لي مشكلتك وانا انشرها لك؟ بتبقى فضيحه. فضيحه ايه يا بنتي؟ ولا فضيحه ولا حاجه، ده انا بتوصلني مشاكل اكبر من مشاكلك وبنشوف لها حل. طب وانا ايه اللي هستفيده بقى لما انشر مشكلتي؟ يعني احنا المشاكل دي بيحلها اكبر العلماء والمتخصصين، علماء النفس والدكاتره والاطباء والمحامين وغيرهم. طب ودول يقدروا يعقلوا رشدي؟ ده مجنون. يعني على الاقل هيدلوكي على الطريق السليم، وغير كده وكده بقى هتلاقي كل الناس دول واقفين جنبك في محنتك. كتر خيرك يا انعام، انا مش عارفه اشكرك ازاي. ما تقوليش كده يا سهام، ده واجبي. ثانيا بقى انت جارتي وحبيبتي، المهم بقى تنفذي كل اللي بقولك عليه. ايدي في ايدك، انا خلاص زهقت ولازم يكون لي حل معاه ان شاء الله. افندم. بتعملي ايه؟ فزي قومي. لا ما تقوميش، اقعدي. مش سامعة؟ بقولك قوم يا سهام. لا هي بقى مش هتقوم غير لما تعتذر لها. والله انا بكلم مراتي. وانت هنا ببيتي. قوم يا سهام. مش قايمة كده هو. وستين كده هو. هي بقى من الليلادي مش هتباتلك في البيت. ايوة انا من الليلادي مش بيتلك في البيت. ها ايوة هي هتروح عند اخوها في اسكندرية ليلادي، ولما تعرف قيمتك كويس تبقى روح خدها من هناك. والله طب خلي المستشارة بتاعتك دي بقى تبقى تنفعك. ايه
انت قلت له كده ليه؟ يا هبلة يا هبلة، عشان يعرف ان وراكي ظهر. بس انا مش هسافر اسكندرية دلوقتي. اما انك ساذجة بصحيح يا عبيطة، انت مش هتروحي اسكندرية ولا حاجة، ده مجرد تهويش. المهم بقى تدخلي شقتك وانت عندك شموخ وكبرياء وعظمة. استني تعالي هنا، ما تفتحيش الباب، اقعدي اقعدي. بس الكابتن على الباب، شفتي هو جايلك عشان كده. اقعدي بقى اقعدي، خلي عندك شموخ كبرياء عظمة. اقعدي. وبعدين وبعدين انا هروح افتح الباب، الجرس بيرن وانت قاعدة برين. هلا يا كابتن رزق، مراتك قاعدة مع مراتي؟ روح مبسوطين مع بعض. انا حضرت لك شنطة السفر، ما تنسيش بيسلميلي على اخوك سيد، ويا ريت بالمرة تنقلي نفسك اسكندرية. خدي دي مصاريف السفر ومصروف معاك لاخر الشهر. بالسلامة يا حلو. كابتن رشدي، كابتن رشدي لحظة واحدة لو سمحت. افندم اقدر افهم باي وش جاي تكلمني دلوقتي؟ معلش مش وقت اهتاب، انا جاي لك بخصوص المدام سام. ايوه. اه ده تصرف غير لائق، غير حضاري بالمرة. حلو حلو الطعم اللي بتقوله ده، انا مو حلو حلو طبعا. هما محافظين الكلمتين دول عشان تيجي تقولهم لي، ومتصورين اني حرف الصلباتهم مش كده؟ بصراحة الله، ما انت حلو. امال ايه حركات العيال اللي عملتها معايا؟ بتتجاهلني حضرتك؟ اقول لك ايه، مش وقت 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 ونص. نفسي افهم عملت لك ايه انا؟ لقيتك في ايه؟ يا رجل انا جاي لك الوقت بخصوص مشكلتك مع سهام. سهام دي مراتي وانا اعرف اتعامل معاها. الله، هتسافر، هتسيبك وتسافر. سافر مين يا راجل يا طيب؟ سافر مين؟ افهموا ان مراتك انت هي اللي ورا الموضوع ده، مش مراتي انا. بصراحه كده انا عملت الموقف ده عشان اديها درس هي ومراتك. يا ابني ليه ده، انت طلعت عقر بقى. ما انت فاهم ايه. بقولك ايه، ايه ما تيجي معايا نروح مشوار كده؟ اهو اهو لا نروح فين؟ لا هنقعد قاعده هتبسطك. اه بالمره ندردش، افهم ايه التغير المفاجئ اللي حصل لك من اخر ليله سيرنا فيها سوا. لا الحمد لله كويس. يلا لا بقولك ايه، ده هم منتظرين الوقت اجيب لهم الرد وارجع. اه يا ناري انا هتجنن. وبعدين معاك يا سهام، هتفضلي بقى على الحال ده كتير؟ لا بقولك ايه يا سهام، اذا كنتي بقى حاسه ان انا ورطتك تقدري تدخلي شقتك تاني وتمشي امورك زي ما انت عايزه. انا ارجع ادخله شقه تاني بعد ما رمالي هدومي في وشه وقال لي وريني عرض كتافك؟ ده كل اللي عمله كوم واللي عمله النهارده كوم تاني. طب ايه بس اللي مضايقك؟ بيني وبينك هو حطني قدام الامر الواقع، انا مش عارفه اتصرف ازاي. زمان صفوت بيتصرف معاه ونازل فيه تأنيب وبستفى. لا انت راجل مفيش منك يا كابتن رشدي. شوف يا صفوت، اللي يمشي ورا كلام الستات لازم يتعب. صح اكيد صح. واحده من دول يا اخي عايزه تربط جوزها بسلسله، لا يعرف يروح يمين ولا يجي شمال. اه مظبوط مظبوط. لما تديها الطرشه ترتاح. ولا بتفتح مراتك يا مادتها. ايه الطرشه دي؟ يعني تطنشها، تهملها، تحسسها بحجمها الطبيعي. طبعا يا اخي الست ست والراجل ايه؟ لا الراجل راجل. برافو تمام مظبوط. امشي ورايا هتدعيلي. انا بدعيلك، انا المره دي من ايدك دي لايدك دي. كلام شرف ولا زي كل مره؟ لا عيب، كلام رجاله. مدام سوزي دي عضو معانا في النادي، كانت متجوزه اكبر تاجر موبيليا في مصر سنطاوي بيه، ساب لها 2 مليون جنيه. ما تيجي اعرفك بيها. تعال تعال. اوه كابتن رشدي مش معقول، ايه المفاجاه اللطيفه دي؟ هلو 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 جود باي. هلو بيك يا فندم. انا قلت ما شاء الله المكان منور، اتاري سعادتك منوره المكان. ميرسي خالص. اتفضل اتفضل اقعد، انا قاعده هنا لوحدي لسه ضيوفي ما جوش. ميرسي، اصلي معايا صديق عزيز عليا صفوت بيه. اهلا
اهلا يا فندم. اتفضل حضرتك اتفضل استريح. اهلا بيك. اتفضل اتفضل يا صبا بيه. اتفضل سلم على هانم. اتفضل. مساء الخير يا هانم. اهلا يا فندم ازيك؟ اهلا. الحقيقه يا فندم انا سعيد جدا اني شفتك. فينك انت وحشانه من مده. ما بتجيش النادي ليه زي عوادي؟ كنت في رحله في اوروبا بستجم شويه. اصل الدكاتره نصحوني اغير هوا. اعصابي فيري تنشن يا كابتن. مش عارفه ليه. تعرف انت ليه؟ انا اعرف منين. انا بس حدرس الحاله. سلمي اعصابك يا فندم. ميرسي. عن اذنكم انا راح اعمل تليفون وجاي حالا. عن اذنكم ممكن اجي مع ساعتك؟ اقول التليفون برضو كده عشان اطمئن على التمرين. مفيش مانع. اتفضلي انا اذنك. هلو تعرفي مدام سوزي صاحبي ده مسكين جدا. مراته تعيش انتي. يا حرام زي انا تمام. يا حرام مسكين مخلص ووفي وامين كان بيحبها بس مش قادر يقتنع انها خلاص ماتت. يا حرام سوري حضرتك. هو فعلا يا حرام لو حد قال له انها ماتت بيوم سورة ومتشنج وغيبوبة قولي اسبوع. لا ما انت ما تسكتش عليه ابدا. لازم توديه للدكتور زي انا تمام. انا ما سكتش. انا وديته لاكبر دكاترة بس كلهم نصحوني على اني اكلمه على ان مراته لسه موجودة وحذروني اني اجيب سيرة ولو من بعيد انها ماتت. لا بلاش التليفون بقى دلوقتي ونرجع له احسن. يا حرام قاعد لوحده. يلا بينا. هلو انا شرفت جدا بمعرفة حضرتك يا صفوت بيه. وانا كمان. صفوت بيه عضو معانا هنا في النادي. معقولة؟ انا ما شفتش حضرتك قبل كده هنا. اصل الحقيقة انا والمدام مشغولين جدا فقليل لما بنيجي هنا النادي يعني. المدام المدام بتاعت حضرتك. طبعا المدام زمانها قلقانة عليا قوي. انا اتأخرت كده يا رجل. لا حاول تنسى. اصل الحالات دي كانت بتحصل لي زمان. والله حالات؟ قصدي اقول يعني ان الواحد ده ممكن فجأة يعني كده يحس انه عايز يروح. طبعا ده شيء طبيعي. قول يا صفوت بيه الحكاية دي عندك من امتى يعني؟ قصدي تقول يعني احنا بقالنا قد ايه هنا في النادي؟ من ساعتين. من ساعتين. انا يا خسارة نفسي اعرفكم على الدكتور فتيحة. فتيحة؟ دكتور نفساني انما ممتاز. هترتاح له جدا وكمان صديق العيلة. يخبل. ده احنا نتشرف يا هاني. انا معرفش اتأخر ليه مع ان ميعاده كان من ربع ساعة. المدير طالبك يا كابتن رشدي. عن اذنكم للمدير وراجع حاله. مش هتاخدني معاك يا كابتن رشدي؟ بقول ايه يا صفوت بيه ما فكرتش تتجوز؟ هتجوز؟ ده الحل الوحيد لمشكلتك. الدكاترة بيقولوا كده. طب انا يا فندم متجوز. ومال اتجوز تاني ما يجراش حاجة. والمدام؟ المدام؟ افتكر مش هتحس بحاجة. ايوه دايما مشغولة. صحيح بتشوفها؟ طبيعي مش مراتي. يا حرام تلاقيك بتتأثر قوي لما بتشوفها. بتتأثر؟ بتكلمها وكلمك؟ ده طبيعي بكلمها. لا ده مش كويس على عقلك. فعلا انا بيني وبينك الفترة الاخيرة دي حسيت ان عقلي خلاص اتلخبط. لكن معلش هعمل ايه؟ مضطر استحملها. ده عشرة برضه. مفهوم. قول لي صفوت بيه ممكن اعزمك بكرة على الغدا؟ لا صعب جدا. بس صعب ليه؟ عشان انا عمري ما اتغديت بره البيت يا فندم. خلاص بكرة يعني بكرة هتتغدى معايا. بكرة تحب تتغدى في النادي ولا عندي في البيت؟ لا اذا كان ولا بد يبقى نتغدى هنا في النادي احسن. خلاص يناسبك بكرة الساعة 1:30 بالليل؟ لا الظهر طبعا. انا سيبني جدا. خلاص هستناك بكره. ايه الله دكتور فتيحه اتاخرت ليه؟ انا ما احبش حد يحاسبني ثم ان انا خلصت الحاله اللي عندي وجيت على طول. اعرفك بالاستاذ صفوت انسان عزيز عليا جدا يا دكتور. اهلا صفوت بيه. اهلا اهلا دكتور فتيحه. ده دكتور فتيحه. فتيحه فندم. فتيحة. انت متأكد يا رجل ان انت جبتنا في النادي ولا مكان تاني؟ نادي يا صفوت نادي. انا حسيبك مع حبايبك دقيقتين واروح ابشر التمرين وجاي جاي حالا. ما تقلقش. بقولك ايه يا رجلي؟ طب اسمع هاتلي سندوتش طعمية بس. اهلا صفوت بيه. هو حضرتك ساكن في نفس العمارة اللي ساكن فيها الكابتن رشدي؟ ايوه فندم الباب قصاد الباب. عظيم جدا. الصداقة بين الجيران وبعض بتزود الروابط الإنسانية بين الناس. تصور سيادتك لو في واحد عايش لوحده منعزل بيجيله بيكون عرضة لحالة من الاكتئاب. بيكون عرضة لهزات عصبية عنيفة مما يؤدي لحالة من الانفصام السيكولوجي.
يا فندم، انا متهيألي يعني انا سمعت الكلام ده اما كنت يعني بشوفه في الهندسه الفراغيه والجبر. لا لا لا، ده اصطلاح علمي ما تشغلش نفسك بيه. الاسم صفت. صفت ايه بالكامل؟ ليه يا فندم؟ دكتور فتيحه، اسف اسف جدا، الظاهر ان اعصابي تعبانه قوي النهارده. طيب فرصه سعيده قوي يا استاذ صفوت. طيب يا فندم معقم. طيب يا رشدي عن اذنك انا امشي. ما تنساش وعدنا بكره، اوعى ما تجيش لحسن هزعل منك قوي. لا ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. ايه يا دكتور؟ حاله من الاهتزاز الوجداني بتصيبه باغماء شديد مما يجعله ينهار في اي لحظه. قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ قصدي على مدام سوزي. انت عملت فيها ايه؟ لخبطتها، برجلتها، خليتها مش عارفه راسها من رجليها. انا ساعه ما شافتك وهي مش طبيعيه، سرحانه قاعده يا عيني بصاله. لو ايه؟ عزمك بكره على الغدا. مين قال لك ان انا هروح؟ لا 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 لا، ايه ده؟ هو لعب عيال؟ لا يا استاذ، الست عزماك، ومن الشهامة والرجولة انك تروح في معادك. بنعام في نعم حاسة بيك يا راجل، انطلق عيش حياتك. لا تبقى عيشة غلط، بس عيش حياتي غلط. ليه ما تسمعش صداقة بريئة؟ انسانة محتاجة قلب ابيض يقف جنبها وبعدين بتحبها. تحبيني ليه؟ اللي يقول غير كده يبقى اعمى، يبقى ما بيشوفش. لا 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 ارجوك بلاش الكلام ده. انت هتفضل لغايه امتى مهمل في نفسك وفي مشاعرك؟ الراجل الحب بيناديك فاتح لك دراعاته، انت غريب. يا عم انا مالي ومال الحاجات دي؟ انا راجل طول عمري في حالي مستقيم، من السوق للبيت ومن البيت للسوق. ومستقيم وجدع وشام وكل الفضايل فيه، لكن استفدت ايه بكل ده؟ ولا حاجه. حد حاسس بيك؟ ابدا. على رأي المثل، يدي الحلق للي بلا ودان. انت بتقول ايه يا رشدي؟ سوزي دي حلق؟ بقول اللي كان لازم تسمعه من زمان. بصراحة ربنا دي فرصة ما تضيعهاش بقى من ايديك. طيب طيب طيب، هو الغدا الساعة كام؟ قصدي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا سيدي الساعة 3 الا ربع. ايه خبر؟ يا رشدي انت مش معقول. طب يا صفوت، اقول لك تصبح على خير؟ على خير منين مش باين؟ ايه انت خايف؟ يلا خش. لا يلا وريني. انا خاف مني، انا خافش الا من ربنا. الله العظيم ايه الخبر؟ تصور يا رشدي نسيت المفتاح في جيب البنطلون التاني جوه. ولا يهمك، اخبط الباب برجلك زي الوحش، خطاها خليها تقوم تفتح لك. خبط. رحنا مطرح ما كنت. افتح يا انعام، افتح انا عايز انام. وانا بقول لك روح نام مطرح ما كنت سهران. النوم كبس عليا يا العيال. روح سيبها بعيد عني، روح نام عني الصراحه بقى. قول تعال تعال مسكين، تعال تعال نام عندي، تعال زعج تعال. طب ما انت هندر على سيان، ممكن تيجي ايه؟ ها؟ اقول لك ايه يا رشدي؟ ايوه يا سيان. ها؟ وصلت المكتب؟ لا انا لسه جايه حالا. ايوه يا دوبك هبتدي اكتب. يا بختك. ليه؟ لا يا حاجة تتسلي فيها، أنا قاعدة لوحدي وهطقم الغيظ. حاولي تشغلي نفسك بأي حاجة. معلش. إيه؟ لا أنا مش عاوزة أتعطل عن المقالة اللي هكتبها. هكتب إيه؟ هكتب مقالة عن جنس الرجل. لا 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 لا، أصل المقالة دي لازم تكون شديدة جدا. ايوه اصل الرجاله دول صنف نمرود. المهم انت بقى ناويه تعملي ايه؟ انا خلاص قررت اخد اجازه اسبوع وهطلع على اسكندريه من بره بره. شنطه هدومي هبقى فوت اخدها. طيب ما عطلكيش بقى عشان المقاله بتاعتك. مع السلامه. صفر همة شوية، هتأخر على التدريب في النادي. طب بقول لك ايه، اخش اجيب شنطتي واجي بسرعة على طول. من غير لا سلام ولا كلام، حسبقك اسخن العربية. اياك تتأخر. لا على طول. افتحها يا انعام، افتحها يا انعام، هتأخر على الشغل. انعام افتحي، هتأخر على الشغل يا انعام.
شغل يا نعم. افتحي بقى افتحي، انا هحكي لك كل اللي حصل. ها انا كنت عايز احكي لك بالليل بس الظروف ما سمحتش. افتحي بقى نعومتي، افتحي لحسن. ها حسن مفتاح ضاع مننا وبعدين هي افتحي يا نعم. كان يصدق ان يحصل لكم اللي حصل ده؟ عشان تديني الحق بقى في هجوم المستمر على صنف الرجاله. وانت يا سهام ما تحاول تصلحي العلاقه بينك وبين جوزك بدل السفر والشقه. بقول لك طردها. فاهمه يعني ايه طردها؟ دي لو كانت شغاله عنده ما كانش المفروض يعمل فيها كده ابدا. سهام عندها حق يا فوقيه، لازم يحس بغلطته. لكن بقى طول ما هي عامله له دادة وشغالة وزوجة وكل طلباته مجابة مش ممكن يحس بغلطته أبدا. أيوة أنا استحملته سنين طويلة، لازم بقى يحس بغلطته. وانتي يا نعام ناوية برضو تسيبي له البيت؟ ده قرار واتخذته ولا يمكن بقى الرجوع فيه. ده بقى مش ممكن. تصوري صفوت بقى يرد عليا ويسهر برا البيت. اللي كان ناقص بقى ان يقول لي اتفضلي على بيت اهلك. انا بصراحة كان ممكن اتصور اي شيء في الدنيا ولاني صفت يرد عليا بالشكل ده. لا انا مش معاكم خالص يا جماعة، ما احنا كلنا ستات ديوب وياما بتحصل لنا مشاكل ويمكن اكتر من دي كمان، لكن انا عن نفسي عمري ما اخرج اسيب بيتي ابدا. انت بقى حرة ببيتك، لكن انا لا، ومش انعام اللي تقبل الهزيمة والاستكانة. وزي ما تعلمنا في حياتنا الصحفية ان كل كلمة محسوبة علينا، فاعتقد مواقفنا برضو محسوبة علينا. فهمتي؟ انت بتاكل من الكلام ده؟ ده تهوش ستات. انا لو منك كنت كسرت باب الشقة ودخلت عليهم. الله جرى يا رجالة، الست تطرد راجلها من بيت الزوجية ويخليها على ذمته دقيقة واحدة؟ عليه العوض ومنه العوض في رجالة الايام دي. لا 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 لا، ما تخليك محضر خير يا استاذ عبد العزيز. ما بيقولك اهو كانت جوه مع جارتها يخش عليهم كده من غير لائحه ولا دستور. الله، ما بيقولك قاعد يخبط عليهم يجي اكتر من ساعه لما قلق الجيران. يعني هي قصدها ايه؟ تحرجه؟ صفت اخويا ما تسمعش كلام عم عبد العزيز ده، ما انت عارفه راجل من بتوع الدقه القديمه. الحدود بين الراجل والست ما فيهاش قديم وجديد. الراجل هو الراجل، الراجل سيد البيت، والست مهما طلعت او نزلت هي برضو ست. افهموها بقى. اشوف وشك بخير. خدي بالك من نفسك، وبعدين اول ما توصلي طمنيني عنك. انا اديت التليفون عنك. معايا. طيب خلينا بقى على اتصال ببعض الكام يوم دول علشان نشوف هنتصرف ازاي. خلي بالك من نفسك يا سهام. مع السلامه. سلامه حبيبتي. عبد ايوه وصلها. تحت امرك يا مرجي. اهلا مدام سيدي. هلو كابتن رشدي. هلو صفا فين؟ لا لا صفا جاي جاي حالا، ما تقلقيش حضرتك. تصور انا طول الليل عماله افكر في مشكله صفا. مسكين مسكين قوي. لا هو مسكين بعقلي، مسكين جدا، مسكين خالص. تعرف ان حتى دي ممكن يحس منها؟ الدكتور فتيحه قال لي كده. اذا يعني اتجوز هايل هايل. ما حصلش دكتور فتيحه، ما حصلش. عارف حضرتك انه طول السكه امبارح عمال يتكلم على حضرتك. هلو ضايق. فضل يقول لي معقول الرقه دي، معقول الحلاوه دي، معقول الانسانيه دي. واضح ان حضرتك التاثير كان قوي جدا عليه. معقوله؟ لا تتخيل حضرتك طول الليل وعمال يتكلم معايا. مفتون مفتون بيكي.
لدرجة انه فضل يكلمني لغاية ما رحت انا في النوم. ايه ده؟ هو كان نايم عندك؟ طبعا، ما انا قلت له استحالة صفت تقعد لوحدك في الشقة، الوحدة تأثيرها وحش. وبعدين حضرتك التفكير والذكريات، فاهمة حضرتك؟ مفهوم يا كابتن، بس كويس قوي انك عملت كده. لكن هو تأخر ليه؟ لا ما تقلقيش، هيوصل حالا، بس هو تلاقيه محتار الآن يعني. محتار؟ يعني محتار ليه؟ بيفكر يجيب هدية ايه لحضرتك في نزول المحبة يعني. اوه جانتي خالد تفضل ليه؟ بس لو يتخلص من الحالة اللي عنده دي. هيتخلص يا هانم، هيتخلص. الا ساعتك قلتي علاجه الجواز، يتجوز. الا نجوز دي مش بتاعه انا. نو 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 نو، هي اللي قالت لي نقول لجنابك كده. طبعا ما انتم على فين العزب يا صفت دي؟ جنابك مش طالع الشقة فوق؟ لا هطلع اعمل ايه بقى؟ انت عايزها تربع الشقة على نفوخي غمايت لك؟ رشدي هو السبب. طيب رشدي شوفي يا مدام سوزي، دي فرصتك الأخيرة، فحاولي تثبتي عليه بإيديكي وسنانك. طبعا انت عارفة خطيبك الأولاني اتكل على الله، مات قبل ما تكتبه كتاب. الله يرحمه بقى يا دكتور. ده بقى الله يرحمه. خطيبك التاني الله يشفيه، ده جاله كساح ولين عظام من كتر جريك وراه انت والمأذون. كنت متسربعة الجواز. اهي سربعتك دي اللي خليته طص في عربية. معلش يا دكتور، اصل الحكاية شوفي، لا اصل ولا فصل، الراجل اللي اسمه صفوت ده راجل طيب، ده هدية ونزلت علينا من السماء، لازم نحافظ عليه. ده بقى خدي بالك منه كويس، ده مشكلته هي مشكلتك وعقدته هي عقدتك، فحاولي تحافظي عليه وتعامليه بهدوء ولين. حاضر يا دكتور. وبعدين بقى بلاش العواطف الزيادة دي، اعملي معروف. ده حبني خالص صاحبه قال لي كده. كويس قوي، دي نعمة بقى نحافظ عليها من عند ربنا. صح. طيب حس كده بقى، انا هحاول اقوم دلوقتي، عندي شغل متلتل في العياده. رايح فين يا دكتور؟ مش هتحضر المقابله؟ لا مش هحضر، بس وصيتي ليكي خفي العواطف دي شويه، خلينا نخلص. حاضر يا دكتور. سلام. مع السلامه يا دكتور. على فين يا دكتور؟ مش فضيلك بعدين ايه؟ انا هفضل اجلس. لا انا لسه متصل بالتليفون دلوقتي، قالوا انه خرج من الشغل بقاله نص ساعه، واضح انه راح يجيب لحضرتك الهديه، بس زمانه اهو جاي. طب ايش يا كابتن؟ لا انا سيبكوا بقى عشان ما اقطعش حراره اللقاء اللي بينكم. مش هوصيكي شويه حنان شويه عاطفه، انه متعقد قوي. ها لازم مع السلامه. اقول لك ايه، هوقعك في الميه انا لو جيت عندك. ابعد عنك. رش يا على كل حاجه. بعيد عني. اعترف لي انك بتحبني، تعالى ما تخش. انا بحبك يا صفوت. ربنا ايه؟ تعالى وعينك لحسن هديك في الميه. هديك على عند يا رش دي. حاجه فين؟ ابعد عني لحسن. انا بحبك يا عجبك كده رشد يا وش المصايب؟ ارجوك من غير انفعال نتكلم بهدوء. هدوء ايه؟ انت خليت فيها هدوء. انت كنت مستخبي فين ساعه الولايه المجنونه دي ما كانت بتجري ورايا؟ يا راجل ده الولايه انا كان زمانك كلت علقه ما كلهاش حرامي، بس مش ده المهم. ايه في ايه تاني بعد البلاوي اللي شفتها من تحت راسك؟ الست دي عامله مكافاه اللي يقبض عليك حيا او ميتا 1000 جنيه. ده مجنونه بقى، وانا رئيس عصابه يا ابني. بتحبك. انا بتحبني ايه؟ طب وانا مالي؟ انت مالك يعني ايه؟ مش انت اللي عشمتها بالجواز؟ انا؟ ايوه دورتها في حبك. انا رشدي؟ على فكره اعمل حسابك، الست دي معاها شهاده معامله اطفال، اي حركه منك كده ولا كده هي مش مسؤوله. اعمل معروف سيبني يا اخي بقى، كان يوم اخبر يوم معرفتك. الولايه دي لو شفتها هضربها بالبلغة. الله، انت بعد ما خربت بيتي يا اخي جاي تكمل على بقيتي؟ لا 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 لا، معقول تفتري وحطم قلوب العذارى؟ لا 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 صفوت، انت ما كنتش كده، انت افتريت. انا قعدتي معاك تشبهني، على اذنك انا اسف. ايه ده؟ قلوب عذاره ايه يا ابني؟ سوزي دي قلوب عذاره؟ اهلا مدام سوزي. اهلا رشدي. صفوت فين؟ انت قول اهو قاعد مستنيك غلبان اهو.
اشرب اشرب يا صفوة. رشدي صفوة فين؟ عم عبد البواب قال لي ان هو معاك هنا في النادي. قاعد يستنيكي هناك عمال يقول انعام انعام انعام. يا سلام يا سلام يا سلام، هو فين انت؟ بستني حضرتك هناك. طب نسيت. اشرب مش ستوتة مش ستوتة. صفوت ارجوك يا صفوت ما ترميش نفسك، انا مش حامل صدمة تانية. وليه يا مجنون انت؟ انا بنشف نفسي. اوعي اسيب رجلي. طب قولي قولي بحبك يا صفوت. انا بحبك، قولي بحبك. اوعي توقعيني يا بنت المجنون. طب قولي بحبك. اه بحبك بحبك. لا لا زعق زعق قوي، يقول بحبك قوي. ايه مالك بتعيط ليه؟ انا عايز اعيط، انا عايز اعيط وارمي نفسي في الميه تاني واعيط. صباح الخير. صباح الخير. مالك يا نعم؟ مفيش. اي ما بأجازة. مفيش ازاي؟ امال ايه النضارة اللي على عينيك دي؟ اصل عينيك توجعني. لا ما بقاش فوقية الا اذا كنت زعلانة، وزعلانة من حاجة كبيرة كمان. ايه بس اللي حصل؟ فاهمين؟ الخاين الغشاش خاين. دي واحدة مجنونة وجرجرته في وسط النادي، ورشدي يشهد بكده. ايوه احنا عارفين، لكن مراته هو ليه حتى ينطق معاها بكلمة؟ دخلت عليهم لقيتهم بالشكل ده، هيشرح امتى بقى وازاي وهيقولها ايه؟ واظن بقى هي هتقعد تسمعه وبعدين تقعد تبحث وتدقق وتعرف اذا كانت الست دي صحيح تعبانه نفسيا زي ما هو بيقول ولا بيكذب عليها. يا عم يا عم نعمل معروف يا عم عبد العزيز، نقطر سكاتك. انا معاكم، هي مشكله. طب والدكتور اللي بيعالجها راح فين؟ احنا في ايه وده بيقول ايه؟ احنا في الورطه اللي وقع فيها دي. مراته شافت في المطب ده، اي كلام هيقوله مش هتصدقه. الله، انت عمال تقفلها كده ليه؟ انت ساكت ليه يا صفوه؟ ما تتكلم. لا لا ما انا هتكلم هتكلم. الو؟ لا مدام انعام قامت باجازه. من امتى؟ من ربع ساعه بس. مش عيب مش عيب يا استاذ صفوت، ده احنا كلنا كنا بنضرب بيك المثل. اخص على كده بيقفل السماعة في وشي؟ طبعا، ما هو الراجل بدان فلت عياره، الواحدة مننا ما تستبعدش عنه أي حاجة. طب أعمل إيه بس؟ أضرب الأرض تطرح ينعم؟ أنا ماليش دعوة، أنت السبب، أنت اللي عملت فيا ده كله. طب إيه؟ إيه ده بس عشان نعرف نتفاهم؟ إيه أول ما أجيب لك لومة تاكلها أنت بقيت هفتان؟ أنا مش عايز آكل، ماليش نفس. ماليش نفس؟ طب إيه ده؟ قول لي، سألت عنها في بيت عمها؟ قالوا لي من ساعة ما خرجت ما رجعتش. خدت عمها ولاد عمها ودخت عليها في المستشفيات واقسام البوليس ملهاش اصل. الله، امال راحت فين؟ انا ماليش دعوه، انا جيت لك اهو. رشدي انعام، يا رشدي انعام، ما اقدرش استنى. انا ما اقدرش ما اقدرش. ايه شغل العيال اللي ما اقدرش ما اقدرش؟ ما انا اهو مراتي سابتني، لا اتهزيت ولا رمشت جديد. لقيت بس الواحد بطنه وجعته من المغص بتاع البيض المسلوق اللي كل شويه على طول على طول. يا اخي انت راجل ما عندكش قلب. انا راجل امورها في الحس، انت ما عندكش ضمير. انا راجل بحب مراتي، ما اقدرش استغنى عنها يا رشدي. ربنا يعدي الليله دي على خير. بقول لك ايه، اروح البس. اسمع بقى يا ابن الناس، انزل في ساعه زي دي اجيب لك انعام منين؟ شوف بقول لك، شقتي تحت امرك، عايز تبات هنا اهلا وسهلا، مش عاجبك شقتك هناك اهي. ايه ده؟ بتطردني يا رشدي؟ بعد كل اللي عملته فيا بتطردني؟ انت هتغرق عيني. اطردك ايه؟ انا عايزك تعقل بس. اعقل ازاي؟ الله، عايز نعقل بعد البهدله اللي انت بهدلتهاني؟ طيب يا رشدي، طيب انا اللي استاهل. ايه اللي تستاهل؟ تعال تعال صبر، تعال. كلها
قلقانين عليكي قوي في مصر. بيني وبينك انا كنت مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي ولا حتى اتكلم مع مين. بصيت لقيت نفسي باخد عربيتي واجيلك على هنا على طول، حتى ما استنيتش ان انا اكلمك في التليفون واقولك ايه اللي حصل. صباح الخير. بس جوز عبد المنعم. ايوه. في تلغراف عشانك في اسكندريه. خير. تفضلوا. شكرا. نعم. سهام. دكتور لو سمحت. سهام جرى لها حاجه. حضرتك جوزها؟ ايوه يا فندم انا جوزها. الحمد لله الحمل سليم، بس حصل لها شويه ردود خفيفه. هي حامل؟ هي في شهر التاني. ألف مبروك. متشكر متشكر أوي. سهام سهام حامل هنا. أنا حباب. أيوه، وأول ما فاقت ما كانش على لسان حد غيرك أنت، مع إنك ما تستاهلش. أنا عارف إني أسأت معاملتها، لكن ربنا يقدرني. ممكن أكلمها؟ لا للأسف. أسف إيه؟ أشوف الدكتور قال لازم ترتاح. بص انا ألف سلام عليك يا سهام. أنا أول ما جاني التلغراف جيت جري. سهام أنا عارف إني أسأت معاملتك، لكن صدقيني بعدك عني خلاني إنسان تايه. أنت بتقول كده لما عرفت إنها حامل؟ لا 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 لا، صدقيني أنا اللي خلاني جيت جري على ملا وشكي. حبي ليها وخوفي عليها. سهام سهام صدقيني بعدك عني خلاني انسان تاني، انسان بيقدر الزوجه بتاعته. صدقيني الاحساس ده خدته من بعدك عني. الكلام ده من قلبك يا رشدي؟ طبعا يا حبيبتي. يلا شدي حيلك عشان نرجع مصر. وصفوت ما جاش معاك ليه؟ معقولة صفوة تيجي بعد كل اللي عمله؟ مدام إنعام أرجوكي صدقيني أنا صفوة بريء. بريء؟ طبعا لازم تدافع عنه، مش صاحبه؟ مدام أرجوكي صدقيني أنا المسؤول عن كل اللي حصل. أرجوك الموضوع ده خلاص، ده قرار واتخذته ولا يمكن أتراجع عنه. ده كتير، راجل مظلوم وبقولك أنا حسبت لك دوت، راجل محتاج لك، وبعدين ده في حالة خطر. إيه؟ بتقول ايه؟ شفتي؟ ده بيأكد قد ايه انت بتحبيه. انا لا يمكن اعيش مع انسان بالشكل ده. يا مدام ارجوكي اديني فرصه اثبت لك براءتك، ويا ريت تسمحي لي اتصل بيجي اسكندريه ونصفي الخلافات اللي بينكم. اذا صفوت بقى جه اسكندريه انا هنزل على مصر على طول. سهام هبقى اتصل بيكي اطمن عليكي. باي باي. عن اذنك. احساس بالذنب. الناس دول لازم يرجعوا لبعض زي الاول. فعلا يا رشدي.
بس انت عارف انعام راسها نشفه الفتره اللي قضيتها معايا في اسكندريه كنت بتتالم بس بتكبر بس انا متاكده انهم اول ما يتقابلوا هتروح كل المشاكل بس ازاي هيثبت براءته خليها عليا انا سوف تتاخر قوي يا رشدي ما تقلقيش زمانه جاي انتوا مستعجلين على ايه ما تقعدوا كمان يومين في اسكندريه هدوب ننزل بقى نوضب قط النونو وعشان اعوض سهام عن الايام الصعبه اللي شافتها معايا انا كمان بيتي وحشني قوي في مصر حاسه اني بقالي سنه ما شفتوش وانت يا انعام مش ناويه ترجعي لبيتك بقى انا بعد اللي شفته ده كان بيقولها بحبك يا مدام انا قلتلك فيه لبس صدقيني صفوت مظلوم للاسف بقى يا كابتن رشدي انا ما صدقتش ولا كلمه من اللي انت قلتهم عن الست المريضه نفسيا دي انا هنزل مصر عند عمي واول ما انزل لازم انفصل انا وصفوت ده لازم سيد اخويا كده يا كابتن رشدي بقى انت بتتصل بيه علشان يجي ياخدني بالعافية رايحة فين يا نعم ده انا ما صدقت لقيتك جاي ليه وعاوز مني ايه انا جايب الدليل جايب الدليل اللي يثبت براءتي اتفضلي يا ستي اهو شوف الصورة والصورة دي شوف اللي انت شفتها في النادي تم بحمد الله عبد قران الانسة سوزي حمدي على رجل الاعمال المجنون اهو ما هو انت شايفة وانت بتعرف تقرا اهو يعني ده دليل اللي مفيش حاجة بينه وبينها صدقتيني يا مدام انعام لا وفي دليل تاني كمان عشان انا عارف ان راسها ناشفة ما تقتنعش بالصورة ادي يا ست شوفي ادي الشهادة هي بانها معاها عدم من الدكتور اللي بيعالجها بيقول انها غير مسؤولة عن تصرفاتها انا مش هوريك اللي مكتوب فيها لكن انت لازم تصدقي بقى وانت بقى مسؤول عن تصرفاتك انا بريء انا مظلوم هي اللي هاجمت عليا زي القدر مستعجل خلاص بقى يا انعام بعد كل الادله اللي سمعتيها دي ومش مصدقه بصراحه يا جماعه بقى انا معذوره واي ست في مكاني كان لازم تعمل كده وتتصرف كده كمان صدقتيني يا انعام ان انا زوج مخلص ايوه صدقتك يا صفصفتي سامحني بقى بصراحة بقى أنا كنت بغير عليك سامحني أنا سامحك أنت عمرك ما عملت فيا حاجة بصراحة بقى أنا ياما ظلمتك كنت بهتم بشغلي أكتر منك وبصراحة كمان كنت هضيعك بجنالي لا ولا يهمك أنت لو لفيتي العالم كله مش هتلاقي جوز يحبك زيي خلاص يا صفا من هنا ورايح بيتي وزوجي في المقام الأول سمع اللي انا سمعه انا مش قادره اصدق وديني دي الحقيقه اللي اكتشفتها واللي كان لازم اعرفها من زمان واللي لازم كل ست تعرفها رجلي هو جوزي هو حياتي هو كياني هو سندي مش سامع يا كابتن رودي انا سند بس مهما اقول لك يا نعم انا بقول لك قدام الناس اي كلمه في البيت بقولها انا لازم تتسمع لا يا صفوه لا أيوة. كلمه العقل هي اللي لازم تمشي بالحب والتفاهم نوصل سوا لبر الامان مظبوط بر الامان انا عايز اخد غرسين في بر الامان